مساء الخير. وأنا بتابع الأخبار النهاردة لقيت كده صورة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو منتشرة على المواقع والجرائد العربية والأجنبية، وتحتها تعليقات وتحليلات حوالين القرار اللي أعلنه امبارح. ترودو قرر يطبق قانون الطوارئ في كندا عشان يواجه المظاهرات هناك. طيب المظاهرات دي عنوانها إيه؟ عنوانها قافلة الحرية. شوفوا بقى المفارقة الغريبة بين الطوارئ والحرية، وسبحان مغير الأحوال بجد. يعني يا سيد ترودو، معقول الكلام ده؟ معقول هتقمع الحريات في بلدك؟ ما تسيب المتظاهرين براحتهم، دول حتى قاطعين الطرق بس. يعني موقف رئيس الوزراء الكندي كان واضح من كام يوم لما علق على مظاهرات الاحتجاج ضد الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، وقال كل الخيارات واردة، كل الخيارات واردة لإنهاء تحرك المحتجين. وامبارح كان الخيار بتاعه هو قانون الطوارئ. هل ده معناه إن الكلام عن الحريات اللي دايما كان بيوجهه للخارج مجرد كلام، ولا الحكاية إنه اللي على البر عوام، وإن اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، وإن اللي بيرفع شعارات مثالية عن الحرية وبينتقد دول تانية باسم حقوق الإنسان يبقى لازم يجرب بنفسه عشان يعرف يعني ايه الفوضى، يعني تعطيل مصالح الناس. من اسبوعين تقريبا ترودو اضطر يهرب ها من مكتبه ومن العاصمه اوتاوا كلها بعد ما المظاهرات وصلت لمكتبه، وده وضع طبعا خطير، والحقيقه ما حدش يتمنى يشوف فوضى في كندا او في غيرها. لكن كمان مسألة الشعارات الكبيرة دي والمتاجرة بيها واستعمالها للضغط على الدول لازم تقف بقى، لأنه مش كندا بس اللي بتتعامل بالطريقة دي مع المظاهرات، احنا شايفين دول تانية كمان بتعمل نفس الإجراءات. الدول دي عارفة أنه في خطوط حمراء محدش ينفع يعديها إذا كانت هتضر أمن البلد. واللي بيتكلم عن معايير حقوق الإنسان ياريت يعرف أنه المعايير دي تخص بلده ومجتمعه ولازم يشتغل عليها ويطورها، بدل ما يتكلم عن الحقوق دي في أي بلد تاني. احنا في مصر كان عندنا طوارئ برضو ووقفت، كان سبب تطبيقها خلص لما الأسباب انتهت. الرئيس السيسي قرر يوقف الطوارئ. كل دولة ليها ظروفها، كل دولة ليها أولوياتها. أولويات مصر غير أولويات كندا أو غيرها، اللي بالنسبة لهم مفهوم حقوق الإنسان محطوط في دايرة صغيرة جدا. لكن حتى الدايرة دي بقت مفتوحة دلوقتي، الشعارات الكبيرة بقت مجرد شعارات. مصر جديدة، أهلا بيكم. Invoked the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity. ده ممكن نخرج منه كده بأفكار عملية مفيدة. دلوقتي في هناك كده يعني زي أماكن تانية في العالم مظاهرات بترفض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا، زي ما كنا لسه بنتكلم دلوقتي على اللي بيحصل في كندا. المظاهرات دي حتى رافضة الإجراءات الاحترازية، يعني الكلام ده مهم. الشرطة النيوزيلندية قررت بقى النهاردة أنها ترد على المتظاهرين مش بالقنابل المسيلة للدموع ولا خراطيم المية، لكن بالأغاني. الشرطة شغلت أغاني في الميكروفونات وكل شوية بيدعوا المتظاهرين للتطعيم ويرجعوا تاني يذيعوا الأغاني. طيب المتظاهرين بقى يعملوا إيه؟ هم كمان شغلوا أغاني مضادة للأغاني بتاعت الشرطة، أغاني بتعبر عن موقفهم هم.
يعني بدل بقى الطوب والمولوتوف وعربيات مكافحة الشغب، الشرطة والمتظاهرين عمالين يسمعوا لبعض أغاني وخلاص. طيب إزاي إحنا بقى نستفيد من التجربة دي؟ يعني هل مثلا لو حد كسر بعربيته على حد يقوم مشغل له أغنية مثلا؟ ولا لو واحد بيزعق لمراته تقوم فاتحه له مثلا إذاعة الأغاني تشغل له مثلا حلو وكذاب ليه صدقته بس؟ والله الموضوع عاوز دراسة مستفيضة عشان نفهم بطريقة عملية إزاي ممكن الأغاني تبقى بديل للعنف، ويا ريت كمان الدول اللي فيها مظاهرات من النوع ده يعني يستفيدوا من تجربة نيوزيلندا. هنسميها بقى خلاص التجربة النيوزيلندية. فاكرين فيلم التجربة الدنماركية بتاع عادل إمام؟ حاجة كده، التجربة النيوزيلندية. لأنه المشاهد أو المشاهد لما بيتابع هذه المشاهد في هذه الدول بنلاقيها صعبة شوية، لأنها ملهاش علاقة بشعارات حقوق الإنسان اللي شايلينها على دماغهم وزعقين. يعني مثلا بدل ما السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا يعلن امبارح تطبيق قانون الطوارئ زي ما كنت بقول لكم على المتظاهرين اللي عنده، ليه بقى ما يتعلمش بالتجربه النيوزيلنديه ويسجل البوم اغاني بصوته ويغني للمتظاهرين لايف كمان؟ ليه لا؟ مش ده احسن من الكلام الكتير عن حقوق الانسان وحقوق المتظاهرين في الدول التانيه؟ بس لما يجي عنده جوه بلده يطبق عليهم قانون الطوارئ ما تجيش يعني، مش كده؟ ما يصحش كده يا سيد ترودو. طيب نروح لبروكسل. النهاردة كان في لقاءات مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، اللي وصلها امبارح عشان يشارك في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. النهاردة بقى الرئيس استقبل في مقر إقامته في بروكسل مجموعة من الرؤساء التنفيذيين للشركات البلجيكية الكبيرة والعالمية زي شركة التكريك البلجيكية جون دول نيل وشركة دامي لأعمال التكريك، وأيضا شركة ميناء أنتويرب وشركة فلوكسس. اللقاءات دي كانت بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والسيد السفير المصري في بروكسل. طبعا بلجيكا فيها أهم الشركات العالمية في مجال المواني والصناعات البحرية المدنية والعسكرية، عشان كده الرئيس اتكلم مع رؤساء الشركات دي عن التعاون معاهم في أكتر من موضوع، زي مثلا الطاقة النظيفة، تطوير وحماية الشواطئ المصرية، زي مثلا مجال الصناعات الدفاعية، اتكلم في موضوع الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة. هي الرئيس خلال كلامه أكد على استراتيجية مصر الوطنية لزيادة استعمال الوقود البديل والاتجاه إلى الطاقة الخضراء النظيفة بما فيها إنتاج الهيدروجين الأخضر. الرئيس هنا دعا الشركات البلجيكية المتخصصة أنها تدخل السوق المصرية كشريك دولي عريق وموثوق. وفي المقابل رؤساء الشركات البلجيكية رحبوا بدعوة الرئيس وعبروا عن رغبتهم في أنهم يتعاونوا مع مصر، وعبروا عن تقديرهم للحكومة المصرية اللي بتقدم تسهيلات وبتقدم حوافز للمستثمرين في مجال الطاقة النظيفة، واعتبروا أنه مقومات مصر الطبيعية الجغرافية بتخليها مش بس مكان مثالي للنجاح، لا ده مكان محفز للنجاح. التوجه ده كمان أو في نفس هذا التوجه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك فيليب ملك بلجيكا بمقر القصر الملكي في بروكسل، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه الملك فيليب رحب بالسيد الرئيس في زيارته الأولى لبلجيكا، وأشاد طبعا بالعلاقات، في طبعا علاقات تاريخية ممتدة بتجمع بين البلدين الصديقين سواء على بقى المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي، وأكد حرص بلاده على تنمية العلاقات دي يعني في المجالات المختلفة، خصوصا في ظل الطفرة التنموية الملموسة اللي بتشهدها مصر. كمان أشاد الملك فيليب بالدور المحوري اللي بتطلع بيه مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، تحقيق التعايش ما بين الأديان، دعم الحلول السلمية للأزمات القائمة في محيط مصر الإقليمي. الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال البلجيكي، وأشاد جدا بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة
والممتدة، وما بلغته هذه العلاقات من مستوى متقدم على بقى مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة. وأعرب الرئيس السيسي أيضا أن مصر بتتطلع لتعميق هذه العلاقات وتعزيزها على المستوى الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر. الحقيقة لقاءات مهمة للرئيس السيسي في بروكسل، هنشوف أكيد ثمارها إن شاء الله خلال الفترة الجاية. زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة السادسة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيتر جان دونيل الرئيس التنفيذي لشركة التجريف البلجيكية جان دونيل، وذلك بمقر إقامة سيادته في بروكسل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين الجانب المصري والشركة البلجيكية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جان لوك موران الرئيس التنفيذي لشركة جان كوكريل البلجيكية للصناعات الدفاعية. اللقاء شهد التباحث حول سبل تعميق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم شركة ديمي لأعمال التكييف وشركة ميناء أنتورب وشركة فلوكسس. اللقاء تناول متابعة التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة. طيب دلوقتي والعالم كله، العالم كله كده واقف على رجله ومستني يشوف موضوع روسيا واوكرانيا هيرسي على ايه، في حرب ولا مفيش حرب. اللي بيحصل بقى انه في حرب شغاله فعلا، لكن الحرب هي حرب كلاميه، حرب تصريحات وتصريحات مضاده. الروس رافضين التصريحات الغربيه اللي بتتوقع غزو روسي لاوكرانيا، لكن حلف الناتو مصر على اتهام روسيا بالتحضير لغزو اوكرانيا وانه الموضوع ده قريب جدا. النهارده بقى كان في رد روسي ساخر على الكلام ده لما ماريا زخاروفا المتحدثه الرسميه باسم وزاره الخارجيه الروسيه قالت لوسائل الاعلام الغربيه قولوا لنا يا جماعه كده على ميعاد الغزو الروسي لاوكرانيا عشان بقى نعرف نظبط كده اجازاتنا قبل الحرب. قالت لهم كده نصا، يعني اعلنوا الجدول الزمني لغزونا، نود ان نخطط لاجازاتنا. هي قالت كده بالظبط. التصريح ده رغم انه في سخريه من الاعلام الغربي، لكن كمان بيبين حقيقه الموقف الروسي اللي يعني ما كانش ظاهر قوي وسط كل الاخبار عن استعدادات الجيش الروسي، التصريحات الغربيه الرسميه اللي بعضها اكد انه الغزو الروسي وشيك خلاص. واضح انه ملف الازمه الروسيه الاوكرانيه لسه لحد دلوقتي على مائده المفاوضات في الكرملين اللي قعد عليها امبارح المستشار الالماني الجديد اولاف شولتز، واللي اتكلم بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مؤشرات لتطور جيد في الازمه. يعني الظاهر انه في حاله تضخيم متعمده للموقف الروسي اللي لسه بيتعامل بمبدا التفاوض مع الغرب، لانه قضية انضمام أوكرانيا لحلف الناتو بتعتبر خط أحمر روسي، لأن وجود قوات حلف الناتو على الحدود الروسية بتعتبر روسيا ده تهديد مباشر لأمن روسيا القومي. ولسه طبعا الحرب الكلامية مستمرة، وياريت الموضوع ما يعديش الكلام لحاجة تانية، لأنه الحقيقة العالم مش مستحمل أي صراع عسكري كبير دلوقتي. كمان دلوقتي في نفس هذا الموضوع مش بس الغرب اللي بيسأل هذا السؤال، العالم كله مستني إجابة هذا السؤال. السؤال: هل بالفعل ستندلع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ الإجابة على السؤال ده بيبقى وراها مجموعة أسئلة تانية. يعني خلينا نحط الموقف الروسي الرسمي على جنبه والتصريحات اللي احنا سمعناها قولوا لنا امتى بقى وقت الغزو علشان نظبط أجازاتنا، سيبوا بس التصريحات دي على جنبه ونشوف اللي بيحصل
على الواقع، لانه اجابه هذا السؤال انه هل هيبقى في غزو روسي لاوكرانيا ممكن تكون لها يعني كارثه دوليه كبرى. والواضح دلوقتي غير الشهور اللي فاتت انه ربما تكون طبول الحرب بدات تدق وصوتها بدا يعلى. مره تانية بقول الرد الرسمي الروسي نفى، ولكن الجولات الدبلوماسيه المكوكيه بين موسكو وكييف وعواصم العالم الغربي ملهاش تتابع لحد دلوقتي. يعني اول امبارح كان في اجتماع غير عادي متسجل صوت وصوره ما بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، اللي قال في الاجتماع انه رد واشنطن على القضايا الرئيسيه في المقترحات الامنيه الروسي سلبي. ده الموقف الامريكي، لكن موقف اوروبا الاقرب لمنطقه الصراع مختلف شويه في الشكل مش في المضمون. النهارده المستشار الالماني الجديد اولاف شولتز في موسكو، وقبلها كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هناك، لكن رغم التدخل الدبلوماسي الاوروبي مفيش حتى هذه اللحظه اي بوادر لحل الازمه. العالم كده مقلوب حرفيا، لان الموضوع واصل شكله لحيطه سد. اوكرانيا بتقول انها دوله مستقله من حقها تاخد قرارها بالانضمام لحلف الناتو، زي ما لسه قايله لكم روسيا شايفه ان وجود حلف الناتو على حدودها ده خط احمر، تهديد صريح للدوله الروسيه. والحقيقه انه في منطق مقنع عند الدولتين، لكن الاكيد انه روسيا واوكرانيا مش عايشين لوحدهم في العالم. في قوة دولية مهمة بتلعب دور مؤثر جدا وبيعتبروا يعني جزء من هذه المعادلة الموجودة على الأرض. أوروبا وأمريكا داخلين على الخط وبيدعموا أوكرانيا. وكده بنتكلم عن أن أول طلقة هتتضرب في الصراع صوتها هيسمع في العالم كله. ودي الخطورة الحقيقية للموقف اللي بيفكرنا بمقدمات الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وبيفكرنا بالهاوية اللي انزلق فيها العالم وفقدنا ملايين البشر بسبب. عشان كده في ناس بتقول إن اللي حاصل دلوقتي ممكن يكون مجرد تطبيق لسياسة حافة الهوية، اللي هي إيه بقى؟ بتعتمد على إنه الأحداث نصل بيها لنقطة خطيرة وبعد كده يحصل تراجع عن هذه النقطة مقابل مكاسب سياسية. لكن في احتمال تاني، وهو انه الموضوع بجد فعلا ممكن يوصل لاجتياح روسي لاوكرانيا، خصوصا ان موازين القوى ما بين البلدين مش في صالح اوكرانيا. مثلا الجيش الروسي عنده اكتر من 4173 طائره حربيه مقابل 318 طائره اوكرانيه. الروس عندهم 12420 دبابه، جيش اوكرانيا عنده 2596 دبابه. القوى البحرية الروسية فيها 605 قطعة، لكن أوكرانيا عندها 38 قطعة بس، ده من حيث العدد. لكن نوعية السلاح ده بقى موضوع تاني خالص، وده برضو مش في صالح أوكرانيا. لكن أوكرانيا مش لوحدها، ها؟ خدوا بالكم بقى من الجملة دي وحطوا تحتها خط. أوكرانيا مش لوحدها، لا مش خط واحد، 10 خطوط 20 100. أوكرانيا مش لوحدها في أي صراع مع روسيا. ينضم لنا دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. دكتور أيمن أهلا بحضرتك، وكيف ترى أو كيف تصف لنا المشهد أو مشهد الأزمة الأوكرانية الروسية، وهل هذا المشهد ينبئ بأنه مقدمة أو ربما يكون مقدمة لصراع يشبه الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية؟ أولا تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. طبعا الوضع الحالي هو سباق ما بين الدبلوماسية ومحاولات الوصول لحل سياسي وحل سلمي من خلال الوفود والزيارات لموسكو، وفي نفس الوقت أيضا هو صراع على الأرض. كل طرف يريد أن يحشد كل ما لديه من قوات حتى لو وقعت الحرب يكون في أفضل وضع ميداني ووضع عسكري. لكن أنا في تقديري الشخصي أن الحرب لن تقع على الحدود بين أوكرانيا وروسيا على الإطلاق،
لان لاسباب كثيره جدا لن تقع الحرب. هو التصريحات الرسميه الروسيه بتقول كده، قولوا لنا امتى وقت الغزو علشان نظبط اجازاتنا، يعني فيها سخريه من فكره الحرب. طبعا ده كلام زاخاروفا اليوم، لكن بالزبط. هناك ايضا اسباب مهمه تتعلق بان اوضاع الاطراف المهمه في هذه الازمه غير مستعده واوضاع غير مثاليه للدخول في الحرب. ليه؟ لو بدانا مثلا بالجانب الروسي، الجانب الروسي، روسيا غير مستعده للحرب على الاطلاق، لان الاقتصاد الروسي فيه مشاكل كبيره جدا، واقتصاد روسيا بالكامل لا يساوي اقتصاد ولايه واحده في الولايات المتحده الامريكيه كولايه كاليفورنيا او ولايه نيويورك. يضاف الى ذلك ان الاقتصاد الروسي بيعتمد على عكازين كما يقال، العكاز الاول هو الغاز والعكاز الثاني هو النفط. النفط والغاز في حاله اندلاع حرب سوف يتم فصل نظام السويفت، نظام التحويلات الماليه، ما بين العالم وروسيا، وبالتالي حتى لو باعت الغاز والنفط لن تحصل على اموال، هذه واحده. الامر الاخر ان اوروبا لن تستورد الغاز الروسي في هذه الحاله، وبالفعل بدات اوروبا ومع الولايات المتحده الامريكيه في تامين مصادر بديله للغاز والنفط بعيد عن الغاز الروسي. يضاف لكل ذلك حتى من الناحيه الاستراتيجيه فكره دخول حرب وتخويف اوكرانيا وترهيب اوكرانيا ليس في صالح روسيا. لماذا؟ لان هناك دول ما زالت حتى الان في اوروبا رفضت في السابق ان تدخل الى حلف الناتو مثل فنلندا والسويد. فنلندا والسويد قالوا مع عبور أول جندي روسي للحدود الأوكرانية الروسية سوف ينضم مباشرة إلى حلف الناتو، وهذه خسارة كبيرة جدا لروسيا لا يمكن أن تعوضها حتى لو دخلت أوكرانيا. هذه بعض الخسائر فقط. لكن بالنسبة مثلا للأوروبيين، إذا اندلعت الحرب في أوروبا الجميع غير مستعد. المستشار الألماني لم يقدم نفسه بعد للناخبين الألمان الذين انتخبوه، لم يقدم أي شيء، وبالتالي مع جائحة كورونا وقيام حرب على الأراضي الأوروبية وفي قلب أوروبا ليس في صالح ألمانيا. الرئيس ماكرون أمامه شهرين ويدخل انتخاباته والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفرنسا الآن هي رئيسة الاتحاد الأوروبي، وليس من مصلحة فرنسا مع ألمانيا باعتبارهم بيقودوا الاتحاد الأوروبي الانخراط في أي حرب في الوقت الحالي. حتى بالنسبة للرئيس جو بايدن، البعض بيعتقد ان ربما اندلاع الحرب قد تكون لصالح رئيس بايدن او الديمقراطيين او ما الى ذلك. هذا الامر عاري تماما على الصحه. الرئيس بايدن اخر استطلاع اول امس للامريكيين قال 57% منهم انه رئيس فاشل بامتياز في جميع الملفات الداخليه والخارجيه، وبالتالي بعد شهور قليله سوف يدخل الحزب الديمقراطي انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس، ولو خسرها الرئيس بايدن هناك احتمالات انه هو شخص لن يترشح لانتخابات 2024، وهناك كلام عن ده الأقرب للمنطق. طبعا، وان في كلام عن عوده هيلاري كلينتون مثلا ومنافسه، وممكن تكون هو حتى لياقته وسنه كده، يعني الواقع بتاعه على الارض، المقاومات ما بتقولش انه ممكن يبقى في ترشح في 2024. بالاضافه لكل ده، يمكن الرئيس بايدن تحدث امبارح عن حاجه في غايه الخطوره، وانه اذا اندلعت الحرب سوف يزداد اسعار الطاقه. سعر برميل النفط الان تجاوز 94 دولار وقد يصل الى 150 دولار لو اندلعت الحرب، بالاضافه ارتفاع اسعار الغاز. ده هيأثر علينا ايه في المنطقه العربيه لو اندلعت الحرب؟ احنا في المنطقة العربية عندنا يعني في تقديري ما يقرب من 5 أو 6 ملفات مهمة. الملف الأول وأنا دائما أتحدث عنه هو ملف الطلاب العرب. هناك أكثر من 10,000 عربي بيدرسوا في أوكرانيا. كما تعلمين الدراسة في أوكرانيا يعني رخيصة للغاية بحوالي 1000 دولار وبدون مجموع، اللي بيحصل على 50% يمكن أن يذهب إلى أوكرانيا. لذلك هناك 10,000 طالب أو أكثر من المنطقة العربية، غالبيتهم من منطقة المغرب العربي، الآن موجودين في أوكرانيا ولم يتم إجلائهم حتى الآن. كل الدول تقريبا الأوروبية، الولايات المتحدة الأمريكية وضعت خطط إجلاء، لكن وفي دول عربية وضعت خطط إجلاء وطلبت من مواطنيها أنهم اللي موجودين في أوكرانيا أنهم يغادروا الأراضي الأوكرانية. أنا في اعتقادي هذا الأمر هو في غاية الحكمة. حتى لو لم تندلع الحرب وعاد هؤلاء بعد شهر أو شهرين لن تكون هناك مشكلة. حتى لو خسروا الترم الأول لن تكون هناك مشكلة، لكن لو اندلعت الحرب سوف تكون المشكلة أكبر. الأمر الآخر يتعلق بملف القمح، ومعروف أن الدول العربية وأفريقية ودول شمال أفريقيا من أكثر المشترين للقمح الأوكراني والروسي. وأنا في تقديري بدأت الدول العربية تبحث عن بدائل وعن تأمين
تدين هذا الملف بشكل كبير للغاية. النقطة الأخرى تتعلق بشرق المتوسط. كما تعلمين السي ان ان منذ لحظات أذاعت خبر بأن الطائرات الروسية والأمريكية كادت أن تدخل في اشتباك عسكري شرق المتوسط، لأن روسيا نقلت جزء كبير جدا من أسطول بحر البلطيق إلى شرق البحر المتوسط أمام سواحل اللاذقية والساحل السوري. سوريا أيضا يمكن أن تتحول إلى جبهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لأن سوريا هي الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي لديها أو التي فيها قوات أمريكية موجودة في شرق الفرات وقوات روسية موجودة على الساحل السوري في اللاذقية وفي حميميم. قضية الغاز أيضا والنفط قضية تهم المنطقة العربية بشكل كبير للغاية. ربما يكون هناك مكاسب لو ارتفعت أسعار النفط والغاز، لكن هناك أيضا مغارم تتعلق بطلب الولايات المتحدة الأمريكية من دول المنطقة بأنهم يشكلوا البديل للغاز الروسي إذا ما اندلعت هذا الحرب. هناك طبعا البحث عن بدائل في مناطق أخرى مثل الغاز الأسترالي مثلا، ومطالبة اليابان بإعادة الشحنات التي استوردتها في عام 21. كل هذه الملفات تؤكد أن المنطقة العربية ليست بعيدة، بالمناسبة حتى من ناحية الجغرافية المنطقة العربية ليست بعيدة. طب مش بعيدة. طيب لو اندلعت حرب أوكرانية روسية، من سيكون الخاسر الأكبر، روسيا ولا أوكرانيا؟ أولا هذا يتوقف على سيناريوهات الحرب. هل هي سوف تكون هي حرب محدودة؟ لأن في كل الظروف أنا في تقديري حتى لو اندلعت الحرب، وهذا في أسوأ الأحوال ودايما لا أعطيها أكثر من 10% من الاحتمالات، إذا اندلعت حرب سوف تكون حرب محدودة، بمعنى أن تؤمن روسيا سيطرة ما يسمى بالمتمردين الأوكران في منطقة دونباس على جمهوريتي لوغانسك ودونيستك، وهذه المنطقة المتنازع عليها أو المنطقة التي فيها مشاكل جنوب شرق أوكرانيا. هذه المنطقة فيها حوالي 700,000 أوكراني يتحدثون اللغة الروسية وغالبيتهم معهم باسبورات روسية، وبالتالي من الناحية القانونية ملزم الرئيس بوتين بالدفاع عنهم إذا ما تعرضوا لأي إبادة أو أي يعني محاولة للغزو من الجيش الأوكراني. وبالتالي السيناريو الأول أو الأكبر في اعتقادي هو حماية هؤلاء، ويقوم الكريملين بطلب من يطلب من الرئيس بوتين الاعتراف بهذه المنطقة كمنطقة يعني مستقلة أو جمهورية مستقلة كما حدث مع شبه جزيرة القرم أو ضمها إلى الأراضي الروسية. هذا هو السيناريو الأول. السيناريو الثاني هو سيناريو الغزو الكامل. وأنا أستبعد هذا الأمر يعني حتى يختلف. مستبعد تماما موضوع الغزو الكامل. هي لو حصلت أقصى تبقى حرب محدودة، ده السيناريو الأقرب لو حصلت. أنا في تقديري هذا الأمر، رغم أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي تحدث عن احتلال المدن الكبيرة واحتلال مدينة كييف نفسها العاصمة، وأنا بعتمد أن هذا السيناريو لن يحدث، سيناريو الاحتلال الكامل، على الظهور العسكري الروسي في آخر 5 سنوات. الجيش الروسي ظهر في مرتين في آخر 5 سنوات. المرة الأولى كانت في سوريا، وفي سوريا لم يحتل الجيش الروسي مدن كبيرة أو مساحات كبيرة، بالعكس ظهور الجنود الروس ربما السوريين لم يروهم حتى على الأرض في أي مكان. الأمر الآخر كان في كازاخستان، هذه أقرب محطة في عام 2021 في ديسمبر 2021، ودخلت القوات الروسية ودفعت عن النظام والدولة الكازاخية دون أن ينهضم المواطنون الكازاخيون، وخرجوا بعد ذلك في فترة محدودة. لذلك أنا في تقديري فكرة الحرب المحدودة أو الحرب في منطقة دونباس هو السيناريو المرجح، وخلق فوضى في أوكرانيا تعود بالذين يدعمون روسيا ويؤيدون روسيا للحكم مرة أخرى في أوكرانيا، وهذا هو المشكلة. بالمناسبة اندلاع المشكلة في أوكرانيا لها علاقة بما يسمى بالثورات الملونة أو ما كنا نسميه نحن في المنطقة بالربيع العربي، لأن المشكلة في أوكرانيا بدأت في 2005 عندما اندلعت المشاكل والثورات الملونة، وسيطر بعض الذين يؤيدون الغرب على الحكم، ثم عاد الذين سيطروا الذين يؤيدون روسيا. دكتور أيمن، يعني موضوع الأزمة الأوكرانية الروسية واضح أنها يعني إيه ستظل مشتعلة لفترة ربما تكون طويلة قادمة، بصرف النظر عن يعني ماذا سيحدث على الأرض، ولكن هناك بالفعل أزمة. أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبالتأكيد هنكون متابعين مع حضرتك بشدة تفاصيل أكتر في الأيام القادمة في هذا الشأن. وأنا طبعا كل احترامي وتقديري لحضرتك دكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية. طيب
الحقيقة النهاردة يعني صحينا من النوم على خبر حزين جدا. النهاردة فقدنا قامة قضائية كبيرة، صاحب مسيرة مشرفة من العمل القضائي لغاية ما وصل لقمة أعلى محكمة قضائية في البلاد. النهاردة رحل عن عالمنا المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق. أنا اتشرفت طبعا بمقابلته، كان ضيفنا في مصر جديدة في آخر حوار تلفزيوني ليه. أهلا بحضرتك في مصر جديدة. أهلا بكم جميعا، أهلا وسهلا. بداية، المحكمة الدستورية تحاكم القوانين، هل المحكمة الدستورية تحاكم القوانين من تلقاء نفسها؟ يعني لما يكون في قانون يخالف الدستور هل بتتصدى إليه المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها، ولا لازم القضية تحال للمحكمة؟ أولاً، تعبير أن المحكمة الدستورية تحاكم القوانين تعبير صحيح ودقيق جداً، لأن المحكمة الدستورية العليا من ضمن اختصاصاتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين. بمناسبة حديث حضرتك عن الجمهورية الجديدة، كيف ترى ملامح الجمهورية الجديدة؟ كيف ترى مصر الجديدة؟ مصر الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت في عداد بل في مقدمة الدول الكبرى التي أخذت بعناصر التقدم. الرئيس عبد الفتاح السيسي صار في اتجاهين متوازيين لتحقيق أو لبناء الجمهورية الجديدة. اسمح لي سيادة المستشار أسأل حضرتك بعض الأسئلة الشخصية، كيف أثرت نشأة حضرتك على عملك في مجال القضاء؟ أثرت تأثير إيجابي. إزاي؟ أنا ابن بيئة ريفية، وأنا نموذج للإنسان المصري الذي نشأ في أرض مصر ونبت فيها. والدي فلاح يمتلك أرضه، ولم يمنع ذلك من تعييني في النيابة العامة أو مجلس الدولة. سيادة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت ضيفا عزيزا لدينا في مصر جديدة. شكر قوي، كنتم أيضا أنتم ضيوف على دار العدالة الدستورية، فشرفت المحكمة الدستورية العليا. طيب، في خبر عاجل، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد لقاء موسعا مع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات البلجيكية التي لديها أنشطة واستثمارات في مصر في مختلف المجالات. ده خبر عاجل جاءنا الآن. طيب، من امبارح في حالة جدل كبيرة حوالين قرار البنك المركزي الخاص بعملية الاستيراد. وعشان بس يعني إيه ما ندخلش في مصطلحات صعبة، هحاول بس أبسط الحكاية. الحكاية وما فيها إن كان في طريقتين لتعامل المستوردين مع البنوك. في طريقة منهم اتلغت، اللي هي كانت بتعتمد على حاجة اسمها مستندات التحصيل. ما فيش قدام المستوردين إلا طريقة واحدة اسمها الاعتمادات المستندية. إيه المشكلة؟ المشكلة إنه أغلب شركات الاستيراد المتوسطة والصغيرة ملهاش علاقة بموضوع الاعتمادات المستندية دي، وده اللي خلى أصحاب شركات الاستيراد يعترضوا على هذا القرار واعتبروه قرار بوقف نشاطهم. لكن في المقابل
البنك المركزي عنده أسباب لهذا القرار، لأنه عايز يعمل عملية ضبط الاستيراد وينظمها، لأن الواقع بيقول إن في مشاكل كتير بتحصل بسبب إنه مفيش قواعد دقيقة لعمليات الاستيراد. طيب دلوقتي المستوردين ضد القرار، لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي متمسك بيه وبيطالب بيه وبيطلب من المستوردين إنهم يوفقوا أوضاعهم عشان يلتزموا بهذا القرار من الشهر الجاي، وقال إنه قواعد تنظيم الاستيراد اللي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، قال كده لا رجعة فيها ومش هيحصل أي تعديلات عليها، كلام واضح. وأكد كمان إنه كل البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة وبكفاءة. طيب احنا محتاجين نفهم أكتر أبعاد هذا القرار، وهل صحيح زي ما المستوردين بيقولوا إن اللي حصل هيزود الأسعار على المواطنين؟ طب هيرفع سعر الدولار؟ طيب ايه الموانع اللي قدام المستوردين عشان يوفقوا اوضاعهم ويلتزموا بهذا القرار؟ ينضم لنا الآن الأستاذ أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. أستاذ أحمد سامعني؟ سامع سيادتك، أهلا وسهلا. كيف ترى هذا القرار الذي أصدره اليوم البنك المركزي؟ وأولا إحنا مش ضد القرار ولا تنظيم الاستيراد ولا ضد اي حاجه تفيد الدوله في اي قرار بيتم لصالح الدوله او للمستهلك، ولكن احنا عمليه لما صدر القرار صدر بيخص مجموعه من المستوردين المصريين واستثنى المستوردين الاجانب اصحاب الشركات الاجنبيه من هذا القرار. احنا مش معترضين على القرار، ولكن القرار ليه بعض التكلفه العاليه في مكونات التكلفة بتاعة السلعة، لأن أولا نمرة واحد الاعتماد المستندي بياخد مصاريف أكتر بكتير جدا من التحويل، يعني بياخد نسبة على قيمة التحويل بتبقى تحدد طبقا لكل بنك مع العميل بتاعه، إنما التحويلات وده بالتالي هيتحمل على المستهلك، كل حاجة هتبقى فيها زيادة بتتحمل في الآخر على المستهلك. أنا عايزة حضرتك يعني إيه تشرح لي كده ببساطة الفرق بين الطريقة القديمة والطريقة الجديدة اللي بيقرها أو اللي أصدرها البنك المركزي من امبارح وإحنا بنتكلم، يعني حاسة إن المستوردين عاملين إيه حالة جدل كبيرة في المشهد الاقتصادي. لا هو ما فيش جدل ولا حاجة، هي استفسارات، لأن هو ما فيش نظام قديم ما فيش نظام جديد. التعاملات اللي كنا بنشتغل بيهم مع المورد الخارجي هي سواء مستندات التحصيل او الاعتماد، دي موجوده من بدايه ما عرفنا يعني ايه او تعاملات مع البنوك. يعني القرار ده مش قرار جديد ان هو الاعتمادات المستنده دي حاجه جديده، لا ده طول عمرنا بنشتغل بيها. بس هي المشكله عندنا في الاعتمادات المستنديه، احنا لما بنيجي نفتحها البنك هنا بيطلب ان احنا نحط 100 من قيمة الاعتمادات ايا كانت فترة التسهيلات اللي انا واخدها من المورد الخارجي. يعني انا بتفق مع المورد الخارجي ودي علاقة تعاقدية بيني وما بينه، وهو بيوافق على الشروط دي وانا بوافق على الشروط بتاعة الاعتماد، بقول له مثلا هدفع لك 20% في الاعتماد الاولي، ولما توصل بضاعة هديك 20% كمان، وبعد 6 شهور ولا بعد سنة ولا بعد اي فترة بنتفق عليها انا بسدد باقي تم قيمه الاعتماد اللي احنا اتفقنا عليه. هنا البنك بيرفض الكلام ده، يقول لك لا انت تحط لي الفلوس كلها 110% من قيمه الاعتماد.
110% من قيمه الشحنه بالكامل وقت ما بتفتح على الاعتماد. يعني انا دلوقتي الفلوس هتفضل مجمده فتره التشغيل اللي هي مع المورد الخارجي اللي هي بتاخد من 3 ل 4 شهور سواء تشغيل او شحن، بتوصل لي بعد 4 شهور. ولو واخد تسهيلات منه 3 4 شهور كمان ممكن تدخل على 7 8 شهور تفضل الفلوس موجوده في البنك انا ما استفدتش بيها. وطبعا في عمليات تمويل بتبقى كبيره جدا مرتفعه بتبقى فوق طاقه كل المستوردين. نعم. لان المستورد عشان يشتغل بيبقى بضاعه جايه في البحر، بضاعه ما في السوق، بضاعه بيبدا يتعامل بيها اللي جايه من جديد، يعني عنده ثلاث دورات تمويليه بيتم في الفتره اللي هو بيشتغل فيها مع الشحنه اللي جايه له. فطبعا ده عبء كبير جدا وبنضطر بعد كده ان احنا نلجا للاقتصاد من البنوك. طب احنا بنختار ان بنوك الفايده بتوصل ل 14 و15%، فدي هتبقى زياده على التكلفه بتاعه المنتج، لان في الاخر المستهلك هو اللي بيشيل كل حاجه، مش لا المستورد ولا البنك ولا الشركه المصدره. يعني كده لو يعني قولي لو انا فاهمه صح انه كده حضرتك بتتكلم عن دوره راس المال انها لن تحقق العائد المطلوب. عيب كمان عليها حضرتك، هي مش هتحقق دورة المال. انا في الاخر دورة راس المال اللي هي مكونات تكلفة، مكونات تكلفة بتزيد لو انا فتحت الاعتماد، ان انا في 6 7 شهور المفروض انا بستفيد منهم، دي بتقلل لي من قيمة التكلفة بتاعتي او المصاريف بتاعت الشحنة. زي لو انا لجأت للبنوك، البنوك بتاخد فوق ال 12 وال 13%، فانت بتحطي كمان قيمة اضافية بسبب الفوائد دي على تكلفة المنتج. ما بين المورد الخارجي البنك ما يعني ما فيهوش عليه اي التزام قبل هذا، يعني ان هو الراجل المورد الخارجي موافق ان انا اديله بعد 3 أو 4 أو 6 شهور. ليه البنك ياخد مني الفلوس كلها ويقول لي حطها وانت بتفتح الاعتماد؟ وبعدين ما فيش التزام من البنك على الاتفاق اللي بيني وما بين المورد الخارجي. نعم. يعني دي بتبقى علاقه تعاقديه بيني وما بينه، ما فيش اي نوع من انواع الاعباء او الريسك على البنك اللي بيفتح الاعتماد. نعم. طيب خلي حضرتك معايا، عاوز اخد الراي المصرفي. معانا الاستاذ اشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، اهلا بحضرتك استاذ اشرف. وشايف حضرتك ازاي موقف المستوردين حينما هم يقولون نحن لا نعترض على القرار، ولكن القرار في بعض المشاكل اللوجستية وانه ده هيخلي الفلوس تبقى متجمدة في البنك 3-4 شهور، وان انا بحط كده 110% من قيمة اللي بستورده، يعني ولماذا لا يتم هذا القرار او لا يطبق هذا القرار على المستورد الاجنبي؟ اسئلة كثيرة عند المستوردين. تمام، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. وعلى كاد المشاهدين وعلى ضيف حضرتك الكريم. طيب مبدئيا هو بس يعني برضو لازم نفرق بين احنا بنستورد ايه. لو بنستورد منتجات لدخلة في تصنيع او منتجات اساسية او سلع اساسية، دي حضرتك لا تتطلب ان انا بحط الكاش مارجن او الوديعة اللي بيتقال عليها دي. لو انا السلع الاساسيه ما فيهاش الكلام ده، القرار ده لا يطبق يعني عليه. ممكن حضرتك افتح الاعتماد بصفر الكاش مارجن زي ما زي ايه؟ زي السلع ايه حضرتك بتتكلم عليها؟ السلع الاساسيه طبعا، الحاجات الغذائيه، الحاجات اللي داخله في التصنيع، الحاجات اللي داخله في البيزك نيدز بتاعت المواطن المصري اليوميه. تمام. لكن لو بتكلم مثلا انا بشتري حاجات سلع للتجاره، ونفرض مثلا لو خدنا امثله موبايلات، مبطاريات موبايلات، حاجات اللي هي الاستهلاكيه اللي هي يعني زي ما حضرتك عارفه السوق غرقان بيها بمنتجات طبعا، ومنتجات ذات جوده ممكن تكون يعني احنا بنتعامل مع الدول الصين وكده، بيجي لنا منتجات الكواليتي بتاعتها مش عاليه. يعني الستاندردز او المعايير بتاعه اللي بتدخل اوروبا السوق الاوروبي او اللي بتدخل السوق الدول المتقدمه بتبقى اعلى بكتير جدا من الجوده بتاعه نفس المنتج اللي بيدخل عندنا، نتيجه طبعا الاختلاف في السعر والاختلاف في المعايير اللي موجوده. ودي حاجه ابتدت او يعني ابتدينا نشتغل عليها في مصر طبعا، الدوله الحكومه، وبالتالي البنك المركزي بيطبق برضو في تكامل في الموضوع ده. فاللي انا عاوز بس اوضحه، لان في خلط هنا وده محتاجين نزود بيه الوعي، والبنوك تحت امر العملاء ان هي توضح لهم الموضوع ده. يا جماعه
انت السلع الاساسيه والسلع اللي داخل المواد اللي داخله في التصنيع وانت بتستوردها ما فيش حاجه اسمها حط 110% كاش مارجن او الوديعه اللي بتبقى موجوده لغايه لما تيجي المستندات عشان ادفع القيمه. لا، ممكن من صفر كاش مارجن لغايه بقى حسب كل بنك والتعامل بتاعه مع العميل، ودي طريقه البنك المركزي، حريه ما بين العميل وما بين البنك يقررها 1% 5% 10% زي ما تقول، ممكن 0%. ولكن المنتجات اللي هي فيها تجاره ما بتدخلش في تصنيع، انا ممكن اكون بستورد، انا مستورد بستورد جزء وببيعه المصنع في مصر، ده ما بينطبقش عليه موضوع ال 100%، بينطبق عليه ان انا ممكن ما احطش حاجه خالص او احط 1% طيب. 5%. خلي النقطه الثانيه بالنسبه للسرعه هي نفس القصه، يعني انت بيقول لحضرتك كده 3 4 شهور الفلوس هتفضل في البنك متجمده. لا، ده متجمده بقى لو بنتكلم على التجاره، ان هو بيجيب حاجه سلعه هيتاجر فيها مش داخله ولا في تصنيع ولا. طب ليه ده ما بيطبقش على المستوردين الاجانب؟ نعم، ليه القرار ده لا يطبق على المستوردين الاجانب؟ لا، المستوردين الاجانب دول الشركات دي بتبقى غالبيتها ليها مصانع بتشتغل جوه مصر، وده طبعا مال راس مال احنا جاي اف دي اي جوه مصر، بيعمل منتجات غالبيتها صناعيه او داخله في تصنيع، واحنا طبعا عندنا امثله كتير جدا سواء في المنتجات الغذائيه او في المنتجات اللي بتنتج علشان تصنيع سيارات، تصنيع حاجات مهمه داخل البلد، فده موضوع تاني. لكن التجاره هي اللي بنقول له خلي بالك، انت بقى بتقول لي انا باخد تسهيلات موردين، طيب خد تسهيلات موردين محدش شغال حاجه. ده انت يا اما موزع ليه وهو في ثقه بينك وبين بعض، وبالتالي انت ما بتعملش الاعتماد الا لما بيبتدي هو يشحن. تمام، خليني ارجع بس بعد اذن حضرتك للاستاذ احمد شيحه. استاذ احمد، هل عند حضرتك رد على كلام الاستاذ اشرف القاضي؟ هو طبعا كلامه محترم، ولكن انا عايز بس اوضح، اغلب الشركات الاجنبيه اللي بتعمل في مصر اغلبها بتشتغل في التجاره مش في الصناعه. وعلى والامثله عديده هنا موجوده، سواء توكيلات ملابس او 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 كل التوكيلات اللي احنا موجوده دي اغلبها شركات اجنبيه. بيبقى فيها استثناء ليها، واحنا بنعمل هنا في مبدا عدم تكافؤ الفرص، في ان هو بيبقى ليه فرصه ان هو مكونات تكلفته بتبقى ارخص، وانا بتحمل الاعباء بهذا النظام. زاد ان هو الفرصه اللي هو بياخدها هتخليه ان هو يحتكر السوق، لان هو عنده فرصه افضل مني يقدر ينافسني. وبالتالي احنا لما نخرج من المنافسه يبقى الاسعار بيتحكم فيها بالطريقه اللي هو عايزها. النقطه عايز اوضحها كمان، ان 75% من الاستيراد بيتم المستلزمات انتاج وسلع وسيطه. فانا كتاجر لما بستورد ماده خام عشان اديها المصنع ما يعملنيش كتاجر، يعملني انا كراجل صاحب مصنع بجيب ماده خام عشان خطوط الانتاج ما تتوقفش. فلو يطبق الكلام على المصانع ان هو يستثنى من هذا القرار، انا برضو لازم استثنى من هذا القرار، لان بقول لحضرتك 75% من الاستيراد بتاعنا كله مستلزمات انتاج ومواد وسلع وسيطه لخدمه الصناعه. فاللي انا عايز اوضحه، هو ما فيش عبء على البنك في التسهيلات اللي انا باخدها من المورد الخارجي. يعني ايه العبء اللي موجود في العبء اللي على البنك او الضمانه اللي بيديها لي البنك في تسهيلات الموردين اللي انا باخدها؟ دي ضمانه بيني وما بين المورد الخارجي. النقطه الثانيه حضرتك، ان احنا لما بنيجي نستورد زي ما قلت حضرتك، احنا الدوره في الاستيراد بتاخد من 3 ل 4 شهور اقل حاجه، عشان عقبال ما تتصنع البضاعه وتيجي وتدخل في البحر ونخلص اجراءاتها الجمركيه. فالفتره دي انا مجمدت الفلوس وجيت ببقى حريص جدا ان انا اوفر قيمه البضاعه قبل المستند، عشان عندي مصانع متعاقد معاها بديها السلعه او الماده الخام عشان تدخل في خطوط الانتاج بتاعته. فانا مش شايف مبرر. والسلعه اللي بتيجي في التجاره كمان اللي انا سمعته، احنا اي بضاعه بنستوردها من بره سواء بقى سلعه للتجاره او سلعه للصناعه او سلعه للزراعه، ما دي بتبقى لاحتياجات السوق.
لو البضاعة دي متوفرة في السوق المصري أنا مش هستوردها. يعني مثلا الموبايلات، إحنا ما عندناش ولا مصنع بيصنع موبايلات في مصر، فكلنا بنضطر إن إحنا نجيب من بره الموبايلات. حاجات كتير جدا إحنا لما بنستوردها بنبقى في احتياج للسوق ليها. والنقطة الأهم إن أنا دلوقتي كراجل مستورد أنا مش بشتغل عشان أكسب، أنا معقولة هجيب سلعة وإحنا سلعة بيقولوا دي سلعة رفاهية ولا سلعة غير أساسية؟ أنا بجيبها عشان مطلوبة في السوق والزبون بيطلبها فبالتالي بتاجر فيها. فحتة التجارة فصل عن الصناعة دي برضو إيه محتاجة إعادة إيه تدقيق. طيب شوية أرجع. لأن الموضوع مش محتاج إن إحنا نعمل تفرقة ونستثنى ده ونستثنى سلعة ونستثنى شركة أجنبية وهكذا يعني. خليني آخد تعليق أخير من الأستاذ أشرف القاضي، كيف تعلق لنا على بعض الملحوظات التي قالها لنا الأستاذ أحمد الشيح؟ طيب هو برضو لا برضو يعني حضرتك يمكن ما وصلتش الرساله بتاعتي صح. انا بقول لحضرتك الحاجات اللي بتستورد بغرض حضرتك تاجر بتستورد جزء بتديه المصنع ده ما بيطلبش لا يتطلب انك تحط كاش مارجن او تحجز الاموال خالص، بيعاملك كانك داخل مع المصنع في عمليه التصنيع وبالتالي ما بتحطش ال 100% اللي مطلوبه في حاله التجاره. فارجو بس ان ايه في حاجات محتاجه توعيه برضو لرجال الاعمال ودي دور البنك. يعني تعالى حضرتك البنك احنا المستشارين بتوعكم في عمليات الاستيراديه. عمليه ان هو بيديك الفاينانس على مثلا 3 شهور 9 شهور ده برضو متاح في الاعتمادات المستنديه متاح ما فيهوش اي مشكله. لو حضرتك ولو حضرتك بتحجز اي مبالغ في البنك انت برضو بتاخد عليها عائد، يعني مش ممنوع ان انت تحط المبلغ وتاخد عليه عائد. وبعدين حتى لو في دورات يعني حتى لو انت بتاخد انت بس مش كمان مش بس كده، لو البضاعه اتشحنت تقدر على الوديعه اللي انت حاططها في البنك دي تاخد عليها مقابلها تقريبا 90% تمويل تقدر تشتغل بيه. بس فكره برضو ان القرار ده لن يسري على المستورد او المستورد الاجنبي او الشركات الاجنبيه، هيخلي انه المستورد المصري سلعته او اللي بيقدمه او اللي بيبيعه بقى لينا هنا في مصر هيبقى اغلى من المستورد الاجنبي. لا سيادتك يعني معلش انا برضو بختلف، ان معظم الشركات اللي ليها شركات هم في الخارج هي شركات هنا بتقوم بعمليات تصنيع مش للتجاره. نعم. يعني حاجات محدوده جدا اكيد عاوزين نتابع الملف ده اكتر مع حضراتكم. بس عاوزه سؤال اخير لحضرتك، العائد ده على الاقتصاد المصري ايه؟ تعالوا للبنوك لان احنا بنشتغل دور المستشارين لسيادتكم. طب ماذا سيكون العائد؟ هنديك افضل الحلول اللي هي تعمل لك سيوله كامله، تعمل لك اقصى استخدام للاموال بتاعتك وتقلل لك التكلفه بقدر الامكان بحيث تقدر تنافس وتقدر تشتغل. طب ولكن العائد على الاقتصاد المصري بعد اذن حضرتك، في بس نقطتين مهمين جدا لازم نحطهم في الاعتبار. الاعتمادات المستنديه دي حمايه ليك حمايه للمستورد لان انت في شروطك بتيجي بيها البضاعه المطابقه للطلبات بتاعتك، لكن على عكس المستندات التحصيل ان انت ممكن البضاعه تيجي مش مطابقه وسيادتك بتاخدها يعني غصبا عنك وبتضطر تحطها في السوق والكواليتي بتاعتها بتبقى غير جيده جدا وبتتداول في السوق المصري وبياخدها المستهلك في الاخر. نعم. الاعتمادات المستنديه فيها هذه الحمايه مش موجوده في المستندات التحصيل، كان لازم نستخدم الاداه دي والتول ده ان انا اقدر ادخل في مصر حاجات مطابقه للمواصفات. نعم. وتحميك وتحمي فلوسك اللي هي ممكن تبقى خسارتك فيها اكبر بكتير جدا لو انت الاشتراطات اللي انت حاططها ما جاتش زي ما انت طالبها بالظبط. اشكر حضرتك شكرا جزيلا للاستاذ اشرف القاضي رئيس المصرف المتحد والاستاذ احمد شيحه عضو شعبه المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاريه. طيب
يعني الملف ده من ملف يعني زمايلي حاطين لي يعني ايه ملفين يعني بعاد عن بعض بس حلوين يعني. خلينا بقى نترك الملف الاقتصادي ده وفي كده يعني ايه عايز اكلمكم عن حمو بيك. يا جماعه انتوا عارفين انا قد ايه متعاطفه معاه جدا من ساعه ما كان عندنا هنا في مصر جديده، ومش عارفه يعني هو هيلاقيها منين ولا منين. هو اصلا عنده مشاكل مع نقابة المهن الموسيقية وفي اللي مكفيه، ودلوقتي بقى في بلاغ للنائب العام ضده، البلاغ من الفنان حلمي عبد الباقي بسبب تصريحات حمو بيكا عن نقابة المهن الموسيقية في بعض البرامج التلفزيونية. تصريحات حمو بيكا كان فيها كلام عن رشاوة وفساد في النقابة بدون تحديد أسماء. الفنان زي ما قال يعني الفنان حلمي عبد الباقي، مش أنا بقول، اعتبر إنه ده الكلام بيسيء للنقابة وأعضائها كلهم. وحسب البلاغ اللي وصل لمكتب النائب العام، فاللي قاله حمو بيكا بيقع تحت طائلة القانون طبقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات. المادة دي بقى بتقول إيه؟ بتقول إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى، وألا يقل الحبس عن 6 شهور. يعني كده حمو بيكا مش هيبقى بس ممنوع من الغنى لو 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 ادين، ده كده ممكن يتحبس. طيب معانا على تليفون الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابه المهن الموسيقيه. اهلا بحضرتك يا استاذ حلمي. ازيك يا استاذ، عامله ايه؟ تمام، كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه والساده المشاهدين بخير. كل سنه وحضرتك طيب. ووحشنا، فين فين اغانيك؟ وحشانا. انت فين؟ كله جاي ان شاء الله. مختفي ليه؟ ليه كده؟ ليه الاختفاء دي؟ لا لا مفيش اختفاء، العمل النقابي واخدك مننا كده واحنا زعلانين. شويه 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 ده كتير كده. لا ربنا يخليك، ان شاء الله في اللي جاي حاجات كويسه قوي ان شاء الله. ان شاء الله. ليه عايز تحبس حمو بيكا؟ انا مش عايز احبس حمو بيكا، بالعكس والله انا عايز اعرف الحقيقه مش اكتر. يعني انا ما يهمنيش ان انا يعني مش هبقى مبسوط لو اتحبس، ومش هبقى مبسوط لو اتأذى، لان انا بطبيعتي ما بحبش اذيه حد. بالظبط يعني. انت معروف من زمان، انت فنان جميل واعمالك يعني جميله واحنا كلنا بنحبك، وعشان كده بس استغربت انه في قضيه رافعها وفي اذى ممكن يقع على حد بسبب قضيه. هو الاذى في كلا الحالتين. يعني انا لما اقعد قدام التلفزيون واسمع بيقول النقابة بتاخد مني كذا كذا، فأولادي بيقولوا لي هو أنتوا بتعملوا كده يا بابا؟ يعني أنتوا بتعملوا كده؟ يعني معنى ذلك هل ينفع إن أنا أبقى قدام ولادي ممكن أكون في، يعني مع إن ولادي عارفيني كويس قوي، قدام ولادي وقدام الدنيا كلها وقدام العامة كلهم هو قال الكلام ده على الملأ يعني. ما هو طيب هو قال معانا مثلا انه بعض اعضاء النقابه، ما قالش كل اعضاء النقابه. لا لا ما قالش بعض اعضاء، قال النقابه بتاخد مني كذا، النقابه ما قالش بعض. هو قال معايا انا شخصيا انه بعض الاعضاء مثلا طلبوا مني ان انا اروح افراح من غير فلوس، ده كل اللي قاله، ما قالش حاجه تانية. لا هو اللي اتقال ان في برنامج اخر ان النقابه بتاخد مني 15,000 وبيدوني ايصال ب 2003. ده ما اتقالش عني. النقابه وقال ان في انا بروح افراح ما باخدش منها عشان بس ما اقدرش اتكلم عشان ابقى اكل عيشي. فطبعا كلمه النقابه دي تخصني وتخص المجلس بالكامل. وانا مش بصدد الدفاع عن اي حد، انا بصدد ان انا ابرئ ساحتي قدام كل الدنيا وكل واحد مسؤول عن اللي بيقوله. والله انت عندك ما يدني او ما يدين اي حد قدمه. طب لو حمو طلع واعتذر يعني هتتنازل عن البلاغ؟ يعني ما هو احنا برضو بصدد ان انا اعرف الحقيقه. انا بصدد ان انا اعرف الحقيقه، هل الكلام اللي هو قاله مش يمسني ويمس كل مجلس النقابه ولا مجرد هو كلام في المطلق؟ تمام. انا بس بسال دلوقتي، امبارح كمان كان في خبر عن عمر كمال انه النقابه وقفته. يعني هل ممكن النقابه تتعامل مع هذه الشريحه من الفنانين بطريقه الاحتواء،
ولا انتوا شايفين انه لا احنا يعني لازم نواجههم ونحاسبهم ونوقفهم ويبقى في القانون بيننا وبينهم؟ ايه الحل الامثل بالنسبه؟ وانا بكلم مش بكلم واحد عضو نقابه عادي، ده حضرتك يعني فنان وليك اسمك وليك تاريخك وعندك يعني في وجدان المصريين محبه كبيره، فيعني حضرتك فنان مش موظف مثلا في النقابه. طبعا لا لا الحمد لله. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، على مدار السنين الكتير قوي اللي فاتت احنا ما شفناش اهانه للفن في الفتره زي ما شفنا للفتره دي. هو ال 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 الفنان بنعتبره او الناس بتعتبر الفنان ده قدوه. يعني ال الفنان او الشخصيه العامه بتبقى كل كلمه وكل حركه محسوبه عليها. يعني انا دلوقتي راجل تحت محط انظار الناس، يبقى لازم اخلي بالي من كل كلمه انا بقولها ومن كل تصرف انا بعمله، لان الفنان بيبقى قدوه للناس، الناس بتقلد الفنان. صحيح. وبتقلد. صحيح. طب احنا ما نفكرش مثلا في قاعده كده في نقابه الموسيقيين، تجمع الاعضاء بتوع النقابه والمسؤولين في النقابه والفنانين دول، ويبقى في كده قاعده تحدد كل حاجه وتعمل بعض القواعد، اللي ينفع يغني واللي ما ينفعش يغني، يعني يبقى في حل بدل ما احنا نحس او احنا نشوف انه في مشاكل ما بين فنانين. والحقيقه انا مش بدافع على حد ولا انا بصدد دفاع على حد، انا يعني مش طرف في القضيه، ولكن فكره انه في شريحه من الناس ليهم جمهورهم، احنا شينا ابينا ليهم جمهورهم، فبدل ما يشوفوا مثلا حلمي عبد الباقي مثلا الفنان الجميل بيعمل قضيه، ما حلمي عبد الباقي يجيب حمو بيكا وعمر كمال ويقعدوا مع بعض في بث مباشر كده جهارا قدام الناس، انت قلت كذا ده صح، مين اللي عمل كده، وتستوضح الحقيقه بالطريقه دي، ويبقى يعني في حل كده. انا هقول لحضرتك على حاجه، انا على فكره عمري ما بحب اذيه حد، ولا عمري سعيت ان انا اذي حد، وقبل كده حصل ان اتاخدت مني اغاني وانا دافع ثمنها وما اتكلمتش وما بعملش. بصراحه تاريخك ما فيهوش كده بصراحه، انما لما تيجي في حته ان انا ابقى تحت شبهه فيها شرف، انا ما بقدرش اتنازل. هاتوا في النقابه واعملوا بس مباشر واستوضح الموضوع قدام الناس كلها، يبقى بدل المحاكم. لا ما هو احنا دلوقتي الموضوع مش كلمتين اتقالوا وخلاص يا استاذه، ده الكلمتين اتقالوا على المدى، على العامه، على كل الدنيا، كل مصر سمعت الكلام ده، ومش مصر بس، ده الوطن العربي كله. ما كل مصر هتسمع الكلام برضو لو الكلام التاني، يعني ما يجوا هؤلاء الاطراف وتقعدوا كلكم. وكان على فكره انا فاكره احنا ضفنا بعد شويه الفنان الجميل تامر عبد المنعم، كان طرح المبادره دي ان احنا نقعد مع بعض ونشوف الحل. الحوار مش احسن من المحاكم، الحوار بينا في العيله الفنيه ونرد بنفس الطريقه اللي اتقال بيها، مش بدل ما نروح المحاكم ويبقى في مشاكل اكبر. لا بص انا هقول لحضرتك على حاجه، القصه اللي حضرتك بتقوليها دي ده موضوع يعني هيرجع بقى لسياده النقيب والمجلس. انما انا بتكلم في جزئيه معينه. هل حضرتك معاك ما يثبت كلامك ولا بتقول كده كلام وخلاص؟ ما يثبت كلامك قدمه وقول للناس ان في فساد، والفساد 1 2 3 4. تمام. انما علشان انا اقول النقابه كذا كذا فانا بأسب كل ما هو في النقابه. لا. انا فهمت ان حضرتك قصد تبرأ ساحتك وساحه النقابه تماما من الكلام اللي نسب لحمو بيكا. بالظبط. ويعني احنا مش انا مش على فكره مش ضده، وانا عارف ان هو راجل طيب وكل جدا حاجه جدا بصراحه، انما مش عايزين حد يتحبس خالص. انا يعني انت فاكره حضرتك يعني ان انا هفرح لما يتحبس؟ لا طبعا. انا عايز اوصل للحقيقه. نعم. وعايز في نفس الوقت الناس تعرف
إن يعني الحقيقه انا مش من هوايتي ان انا اذي حد خالص. اكيد اكيد احنا عارفين ده اكيد. اشكرك شكرا جزيلا الفنان طبعا الجميل حلمي عبد الباقي، شكرا جزيلا ليك. النهارده في مصر جديده، وبعد الفاصل عندنا الفنان تامر عبد المنعم. الحقيقه تامر عبد المنعم فنان شاطر، اشتغل مع كبار النجوم، اشتغل مع الزعيم عادل امام مثلا في مسرحيه بودي جارد والزعيم، اشتغل كمان في مع الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم في يعني في اكتر من مسرحيه، اشتغل في السينما مع الفنان القدير احمد زكي في اضحك الصوره تطلع حلوه. الحقيقه مشاهده جميله جدا، ادها ببراعه وباتقان، يعني اشتغل مع اساطير الشغلانه. يعني تامر كمان بيتميز ان عنده قدره رهيبه على تجسيد الشخصيات لدرجه ما تقدرش تميز ما بين الشخصيه الحقيقيه وهو الشخصيه لما هو بيجسدها يعني، وده كان سبب انه يقدم فيلم المشخصاتي. الفنان تامر عبد المنعم كمان اتولى منصب رئيس قصر الثقافه في 2006، اتولى مناصب ثانيه كتير، دلوقتي هو بيشغل مدير عام الثقافه السينمائيه ومدير قصر السينما في وزارة الثقافة. كمان معروف طبعا عنه أنه له مواقف سياسية كثيرة واضحة، وبيشارك بآرائه في قضايا اجتماعية مختلفة. حديثنا مع الفنان تامر عبد المنعم في مصر الجديدة هيكون في حاجات كتير مهمة ومختلفة، وهنتكلم عن الموضوع اللي كنا بنتكلم مع حلمي عبد الباقي عنه دلوقتي، ونعرف رأيه في الموضوع ده، والموضوع ده يتحل ازاي في مصر الجديدة بعد الفاصل. مرحلة جديدة في جولات مجلس نقابة المهندسين للتواصل مع مهندسي مصر قبل انعقاد انتخابات النقابة المقبلة، إنجازات تحققت وأهداف منتظرة يتضمنها البرنامج الانتخابي. هذه المحطة الجديدة في القاهرة العاصمة التي تضم مقر النقابة العامة للمهندسين، حيث يتم اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطط والأهداف التي يضعها مجلس النقابة المشارك تحت اسم قائمة مهندسون في حب مصر للترشح للدورة الثانية على التوالي. ازاي ان احنا استلمنا النقابة بعجز 222 مليون جنيه واصبح النهارده في فائض تقريبا ما يقرب من 2 مليار، ازاي النهارده حققنا في كافه المجالات في تطوير النقابات الفرعيه والانديه والاسكان وفي كل ما تم من خدمات نقابيه والرعايه الصحيه وزياده المعاشات، فكان لازم يعرفوا ايه اللي تم، وعرضنا ايه اللي ممكن نعمله في المرحله القادمه والخاص بشباب المهندسين في المرحله القادمه وما تم في ملف التعليم الهندسي. حجم الانجازات اللي تمت في نقابه القاهره، ما يتم لدعم الشباب سواء في الإسكان والتدريب والتعليم والتأهيل والتعليم الهندسي، وماذا سيتم من أجل إنشاء النوادي لأسر المهندسين سواء في القاهرة وباقي المحافظات. القاهرة عندنا نادي القاهرة الجديدة، عندنا نادي أبو الفداء، عندنا نادي حلوان، والحمد لله بنقوم بدعم الشباب وأسر المهندسين في كافة الأنشطة. برنامج طموح تحمله قائمة مهندسون في حب مصر يتضمن النهوض بالمهنة وانعكاسه على أعضائها من الجمعية العمومية لمهندسي مصر البالغ عددها 830 ألف مهندس. ما بنضغطش مصروفات، احنا بالعكس احنا زودنا مصروفات على أنشطة النقابة في كافة المجالات، شجعنا الاستثمار في مجال التدريب، شجعنا الاستثمار في مجال الاسكان، كان في مشروعات كتيره جدا في الاسكان كانت متوقفه من عشرات السنين قفلناها وطرحناها للساده المهندسين وانشانا مشروعات جديده. كل هذا الكلام طبعا نتكلم كمان صندوق، بنتكلم كارقام. احنا يشرفنا ان هذا المجلس استلم النقابه بعجز تراكمي 500 مليون جنيه، حولناه لفائض تراكمي بعون الله ل 2.25 مليار جنيه. وتضم قائمة مهندسون في حب مصر لأول مرة خمسة مقاعد من تنسيقية شباب الأحزاب من أصل 12 عضوا، تضمها القائمة التي تضم أطيافا تخصصية وعمرية مختلفة على رأسها النقيب الحالي المهندس هاني ضاحي. احنا موجودين كتنسيقيه لان زي ما بنقول دايما احنا شعارنا سياسه بمفهوم جديد، هنا بنقول مهندسين ونقابه بمفهوم جديد. المفهوم الجديد هو نكمل التطورات اللي حصلت خلال الاربع سنين اللي فاتوا ونبدا نستحدث خدمات للمهندسين. يترقب مهندسو مصر يوم الرابع من مارس للادلاء باصواتهم في واحده من اكبر النقابات المهنيه في مصر.
كريم صبري، مصر جديدة. واحنا بنتفرج على اي فيلم وبنتابع الشخصيات اللي بيأديها الممثلين بتتكون عندنا انطباعات عن الشخصية الحقيقية للممثل ده او الممثلة دي، وده حسب الدور يعني اللي بيظهروا فيه. فتلاقي حد بيقول الممثل ده شكله كده طيب بجد في الحقيقه، لا دي شكلها رومانسي فعلا، لا ده الممثل الفلاني ده باين عليه شرير في الواقع. الانطباعات دي عاده بتتكون لما الممثل بيأدي نمط معين من الشخصيات وما بيغيرهاش. لكن ضيفنا النهارده ملوش ماسك، بيحير الجمهور لانه بيعشق تجسيد شخصيات كتير وكلها مختلفه عن بعضها تماما، ودي موهبه المشخصاتي اللي بيقدر يلبس الشخصية زي ما أهل السينما والتمثيل بيقولوا. بس ده كمان بيخلي تكوين انطباع عن شخصيته الحقيقية صعب جدا. يعني في ناس كتير مش ممكن تتخيل مثلا أنه موهبة ضيفنا النهاردة في الكتابة ما تقلش أبدا عن موهبته في التمثيل، وأنه فنان صاحب قضية وقضيته هي السينما كفن. فن يعني فن، مش أخبار فنية عن نجوم السينما وحياتهم الشخصية وكده، لا فن السينما نفسه هو قضيته. عشان كده هو أسس مجلة أبيض وأسود اللي بيرأس تحريرها، والمجلة دي هي المجلة المصرية الوحيدة في مصر المتخصصة في فن السينما. ضيفنا كمان هو مدير عام الثقافة السينمائية وقصر السينما، عنده مشروع مهم وطموح وهو مشروع ابدأ حلمك، السينما بين إيديك، وعنده كتاب بعنوانه لوحده حكاية، كتاب اسمه مذكرات فلول. عنده كمان قصة كبيرة مع أغاني المهرجانات، كل هذه الجوانب من شخصيته الحقيقية مع آراءه ومواقفه السياسية الواضحة والصريحة والتي لم ولن تتغير. مش كفاية برضو عشان نعرف حقيقة شخصية الممثل ذو الألف وجه، لكن النهاردة بقى هنحاول نقضي على الأسطورة دي وهنحاول نعرف شخصيته الحقيقيه. معانا النهارده الفنان الجميل تامر عبد المنعم، منورني في مصر جديده وصديقي العزيز طبعا. مساء الفل جدا، ربنا يخليك على الكلمه الحلوه دي، وانا فرحان ان انا معاكي وعشره العمر الجميل وخالد شبانه وكل اخواتنا اللي موجودين جوه القناه هنا، يعني رجعتني كده ايام زمان. كان حلو يعني. الحقيقه انه اي حد يعني بيقابل تامر عبد المنعم مع الطبيعه بيعرف شخصيته، الشخصيه الجميله، صاحب صاحبه اللي هو عنده راي واحد لا يحيد عنه، مش فكره ان هو لما الكاميرا بيقعد قدامها بيطلع يقول الكلام، لا هو الكلام اللي بيطلع يقوله هو الكلام الحقيقي اللي بيقوله في جلساته. ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله. هبدا من عند المهرجانات، احنا يعني الشعلة الأولى والبداية الأولى اللي انطلقت منها الأزمة بتاعت المهرجانات بدأت من جلسة أو ندوة في قصر السينما، كنت صالون قصر السينما، صالون قصر السينما، كنت أنت يعني في بؤرة الحدث الذي أطلق هذه الشرارة، كان قاعد فيها هاني شاكر معاك، وبدأت يعني النيران اللي مش عارفة بقى صديقة ولا مش صديقة ضد أغاني المهرجانات. انت شايف المشهد ده ازاي؟ والنهارده كان من شويه معانا حلمي عبد الباقي ورفع قضيه ضد حمو بيكا، وامبارح عمر كمال بيتوقف، ويعني المشهد انت شايفه ازاي؟ شوفي اي شيء، انا شايف ان المشهد ممكن كان يمشي بشكل كويس جدا في حاله ان هم سكتوا. يعني هم بيكسبوا عداوه في كل خطوة بيخطوها على الأجهزة السوشيال ميديا والحاجات دي عن جهل شديد. ليه؟ لما احنا عملنا في قصر السينما ندوة الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين، احنا كنا عاملين هذه الندوة من أجل الدفاع عن عدم منع أي نوع من الفنون. يعني الهدف من الندوة إن لا للمنع. الله. لو كان جميل. هناك جميل. لو كان هناك ما يعيق ان فلان يؤدي عمله ده حاجة تانية، لكن منع مصر ما بتمنعش فنانينها ولا مبدعينها ولا اي حد ان هو يقدم. دي جملة مهمة، مصر ما بتمنعش فنانينها انهم يقدموا فنهم. الغريب بقى ان هاني شاكر مع حفظ الألقاب كان متفق معي في هذه النقطة. مين اللي طلع خسرني؟ يعني انا بقول مفيش منع وبنحاول نجد لهم حل. يعني بنحاول نجد حل. انا فاكره الندوه فهم خدوها
خناقه شوارع وبقى في تصاريح عنيفه وركيكه ما ترتقيش لمستوى الحدث. فاضطريت ان انا ارد. فلما رديت قلت قصيده كده طويله عريضه وقلت له شوف حد يا ابني يقرا لك علشان تفهم اللي انا كتبته. فقال لك انت بتتريق عليه ومش عيب ان هو جاهل ومش عيب ان هو ما بيعرفش يقرا وهو خدها من هذه الناحيه. لا على فكره الجاهل مش هو اللي ما بيعرفش يقرا، الجاهل ما بيفهمش. في ناس كتير على فكره ما بتعرفش تقرا وعندها ثقافه فطريه وعندها تعامل راقي في ما حدش يعني احنا لا نتعالى على احد. لكن انت ما فهمتش الغرض من الحكايه ورحت داخل كسبت عدو. هي مش خناقه. هي مش خناقه. انا ما اعرفش عمر كمال اوقفوه ليه، ما عنديش فكره مش متابع. هو اتقال انه طلع على السوشيال ميديا وقال تصريحات ضد النقابه وضد هاني شاكر. ما ينفعش انا اطلع اعمل تصريح دلوقتي ضد اشرف زكي. ما اقدرش اعمل تصريح ضد مسعد فوده وانا عضو في النقابتين. انا في احترام شديد. النهارده النقابه لما بيبقى في مشكله ويبعتوا يجيبوني لازم انا في لحظتها بنزل اروح واقعد في التحقيق. وده حصل معايا قريب. اتحقق معاك؟ اتحقق معايا. كان على يعني سوء تفاهم كده بيني وبين احد الزملاء. رحت وقعدت ما قلتش انا مش هروح انا مش هعمل انا مش هسوي انت مين. رحت امتثلت للتحقيق. طبعا امتثلت للتحقيق وقعدت والراجل المستشار كان موجود والدكتوره غدا كبره اللي هي عضو مجلس النقابه موجوده وزملائنا يعني موجودين وفهموا الموضوع وقالوا لي انت هتعمل كذا. حاضر انا هعمل كذا. ان دي نقابتي انا عليا ان انا احترمها. مفيش حد بيتكبر ويقول انا فوق الجميع. فيلم اترفض في الرقابه لسبب ما، هو في اكتر من الظاهر واللي جرى له مسلسل الظاهر. ايوه لازم لما يتمنح حاجه افهم ليه ومش ليه. اقتنعت ابدا اغير بما اني كنت المنتج والمؤلف يعني. فالواحد ما ياخدش الحكايه ان هي خناقه. حمو بيكا دخل الحكايه ان هي خناقه ومعرفش بيقولوا مين كان مخمور وشتم في الاستاذ هاني شاكر. وبعد كده انت كمان مشكلتك ان نقيبك قوي جدا كقامه فنيه وقيمه فنيه وعنده شعبيه وعنده شعبيه جارفه كبيره جدا. فبالراحه وفي ناس ممكن تخش تحل لكن مش هتبقى بهذا. وبعد كده بس هو قال انا مش قصدي هاني شاكر. هو وقتها قال انا مش قصدي هاني شاكر. ده تصريحاته امبارح. يعني بقى ما هو كل واحد انت لازم تعرف انك في ايدك سلاح والشهره دي سلاح. انا النهارده لما هطلع اقول اي كلمه غلط معاكي في البرنامج ده كل العالم العربي هيعرف بيها. يبقى انا لازم اقدر خطوره البرنامج اللي انا فيه، خطوره ما بعد البرنامج اللي هو بيتشاف اكتر من البرنامج. وخطوره ان ده هيفضل في السي في موجود معايا. ابقى واخد بالي من كلامي وعارف انا بقول ايه. لو انا مش عارف اخد بالي من كلامي يبقى ما اطلعش اتكلم. انا ضد المنع لكن كمان ضد السوقيه. لو رايي الحالي يعني. انا مش في الصالون. انا مش طرف كنت في الخناقه. لكن لو تساليني عن رايي ما ينفعش ان انا توصل الحكايه للي سمعناه يعني. شايف دلوقتي الحل ايه؟ هل الحل ان انا امنع واوقفهم واقول مش هتغني تاني في مصر او ان انا اروح للقضاء وارفع على فكره هاني شاكر ما قالش انا همنعهم. هاني شاكر استخدم القانون. انا قريت ما انا عشان اعمل ندوه زي دي وانا اللي بادرها قريت قانون النقابه وبقيت حافظه. يعني من ضمن الحاجات ان ما ينفعش يبقى واحد ما عداش على لجان واللجان اعتمدته زي الاذاعه زي عبد الحليم حافظ لما اترفض في الاذاعه بالظبط. نمره اتنين ما ينفعش ان يبقى معهوش شهاده محو امنيه محو اميه محو اميه يبقى انت مش هينفع. هو استخدم القانون. فانتوا استخدموا انتوا كمان القانون وتريثوا واهدوا لان انتوا مش هتبقوا قده. وحكايه ان اللي قاعد النهارده وماشي بكره ما هيجي واحد تاني برضه ما دي نقابه عريقه.
دي مش نقابة هاني شاكر، دي نقابة موسيقيين مصر. وهاني شاكر حتى لو ساب النقابة هو كفنان كبير ليه شعبية جارفة عند المصريين، وفي احترام. واحنا نقدر نتكلم على عادل إمام في وسطنا؟ لا بالظبط، نقوم نقف لو نتكلم على عادل إمام ده برضو كده يعني قيمة وقامة زي عادل إمام عندنا. انت تقلق انها تقف بقى تاخد لك، فهو نقيب الموسيقيين ولا مش نقيب الموسيقيين وجب قيمة احترام. وقامة بالظبط طبعا. بس يعني الحل ايه؟ يعني احنا دلوقتي في النقطه دي، احنا دلوقتي في المشهد للاسف الشديد مفيش حل غير الـ 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 البنود والمواد القانونيه تطبق على اي مكان بقى. ان كان تقول ان هو يرجع يغني، لو كان يقول ان هو يمنع من الغناء، في بقى لوائح للنقابه دي بتضبطها وانت ارتضيت انك تكون فيها، اذا هتمتثل اليها. هتمتثل للوائح هذه النقابه، هتاخد شهاده محو الاميه، محدش كمان هيتدخل خلي بالك. اه وبعد كده الموضوع بقى تجاره بقى. يعني ما انا ممكن يبقى انا لو عندي برنامج كنت هعمل الحلقه دي على الهوا. انا لو عندي برنامج وعندي علاقات نعرف اجيب هاني شاكر واجيب حمو كنت هعملها على الهوا. هتقولي لي انت كده بتتاجر. اه بس انا شغلتي، انت كمان من حقك تجيبي حد هنا او تعملي حلقه. اه انا بنقل انا بنقل الحاجات اللي موجوده في الواقع، بقيت ماده. اه صح، بقيت ماده مهمه. انا ما كانش عندي برنامج يعني، انا للاسف متوقف عن الهوا. ده برنامجك وده برنامجك، لما تكون عايز حاجه تعالى على طول. انت اخت عزيزه، انت عارفه ربنا يخليك يا رب. بس طيب من فتره كان في تصريحات ناريه متبادله بينك وبين حمو بيكا بالذات، ايه مشكلتك مع حمو بيكا؟ مفيش مشكله، انا قلت لك هو هو تصور شيء وطلع رد وانا ما بسكتش. بس يعني ما فيش حاجه يعني، ما وفي ناس كلموني قالوا ده طيب وبتاع. طب ما في كائنات كتيره حوالينا طيبه يعني، فاهمه ازاي؟ مش هنقعد نتناقش معاها يعني. خلاص الموضوع اتقفل. كائنات وقفلت الموضوع. نعم، ما مش عايز تتكلم عن حمو بيكا، انتهى الكلام عن حمو بيكا. انتهى الكلام. طيب وانتهت وصاصه يعني انت الاول معايا على التليفون. والله العظيم كنت داخل كوساطه نشوف ان قلت لي كده فعلا. لا انا كنت داخله جوه حرم وزاره الثقافه المصريه. وزاره الثقافه المصريه هي من تمثل مصر يعني. جابت النقابه وجابت الاطراف وبتناقش القضيه علشان نطلع ان ما فيش مانع، وفعلا طلعنا ان ما فيش مانع. فطلعوا شتمونا. فبقى في مانع. وبقى في عدم تعاطف مننا. انت شخصيا اتكلمنا وقتها يوميها على التليفون وقلت لي انا مستعد ونقعد ونحل ونخلص. انا لو رقيب احاكمهم. هتقولي لي الحاجات ما تعرضتش على الرقابه، انا رايي يتعدل بقى قانون الرقابه اللي من الاربعينات ده. ما هو اللي بيطلع على اليوتيوب ده بيعرض على جمهور. بالظبط. هو اليوتيوب النهارده بيدخل كل بيت، بيخش كل بيت، يبقى بيتعرض على جمهور. مش زي السينما مثلا، يبقى يعني السينما ازاي؟ انا بدفع تذكره وبروح لها. ده لو انا قاعده في البيت انا بشوف في البيت وبشوف، ومش حتى باشتراك زي نتفليكس او غيره. ده مفتوح. فده لازم عليه رقابه. على فكره الفيسبوك بقى عليه رقابه، المفروض يبقى عليه رقابه. ايه واحده انا طول النهار بشوف صور غريبه جدا يا جماعه في الستوري، وكلهم عاملين كده كلهم عاملين كده وكلهم عاملين والله احنا غريبة. كلنا بنستاء من الصور دي. انتوا قاعدين زعلانين من منى زكي اللي بتقدم فيلم. انا مش زعلانه منها. وسايبين اللي على الفيسبوك. لا انا مش زعلان منها. ما هو انت كمان حطيت منى زكي كما لو كانت السيده نفيسه عملت هذا الدور. لا ما هو منى زكي دي فنانه بتجسد شخصيه. الشخصيه دي عملت اللي عملته. وفي شخصيه تانية ممكن تكون ساقطه، وممكن شخصيه تانية تكون عالمه ذره، وممكن شخصيه ثالثه تكون ضابطه. يعني احنا هل خالد الصاوي لما عمل دور شاذ جنسيا في فيلم من روائع السينما المصريه يعني، وتشرفت ان عملت فيه عماره يعقوبيان، الدنيا قامت بهذا الشكل؟ او لا يعني انت متعامل مع منى ان هي زي منى يا حبيبي. منى دي فنانه وست محترمه وست عمرنا سمعنا عنها حاجه وحشه، ومتزوجه من نجم كبير ومحترم. انت تعاملت معاها على ان هي ابله فضيله اللي دخل. لا هي فنانه تقوم باي دور، بتجسد كل الادوار. من هو ضابط الاخلاق؟ انا لا اعرف اخلاقك. انت كي تكون ضابطا للاخلاق لازم انا اكون عارف كجمهور اخلاقك دي ايه. انا مش عرفني حضرتك عملت ايه قبل كده ولا يعني انت ما تنصبش روحك ضابطا للاخلاق واحنا لا نعلم اي شيء عن اخلاقك.
بشتقلك ساعات اخر ازمه. ايه بشتقلك ساعات؟ ده فيلم بتاع يعني المثليه ومش عارف. ايوه احنا يا جماعه هو خلاص لسه امبارح الازمه بتشتعل. وعماد حسن طبعا الشاعر الغنائي الكبير وطارق الشناوي العزيز عماد حسن قال بشتقلك ساعات دي اغنيتي اللي انا كنت كاتبها لسميره سعيد، وبتكلم عن علاقه جميله بين رجل وامراه. فانا لما حد يعمل فيلم عن المثليه الجنسيه ويستخدم اسم اغنيتي وده فني انا وابداعي، بيدخل على ابداعي ويبقى مرتبط عند يعني الناس بحاجات مسيئه، فهو متضايق. عماد اشترى بشتاق لك، يعني كلمه بشتاق لك ساعات، يعني لو كلمتك قلت لك انا بشتاق لك ساعات، استاذ عماد حسن يزعل؟ طب انا هكلم ابني اقول له انا بشتاق لك ساعات، يا نهار اسود، هيرفع علي قضيه؟ احنا هنهزر بقى. بس هو كان ضد، هو كان ضد انه يعني كان في محامي، اوعى تقول بشتاق لك ساعات. كان في محامي رفع قضيه على المخرج وقال او طالب باسقاط جنسيته. ما شافش الفيلم ده اللي طارق الشناوي قاله. انا لو قاضي لو قاضي ارفض الدعوه. عماد حسن رفض اساسا انه موضوع اسقاط الجنسيه، قال الموضوع ما يوصلش لكده يعني. حتى عماد حسن جنسيت إيه شخصيا قال فيلم ايه ومثليه ايه يا جماعه، بلاش هزار بقى. وصلنا لمراحل عبثيه شويه طبعا، عبث وحاجات بقى عايزين نتشهر بقى ولا عيب. عيب يا فندم، عيب والله. وكمان عيب بشوف فنانات وبتاع يطلعوا يقول لك البوسه كانت حاجه حلوه وطاهره وجميل، يعني لا كده قوي ولا كده قوي. الهام شاهين اللي قالك كده، معرفش مين، معرفش. وبعد كده الهام شاهين برضه نجمه كبيره يا جماعه. احمد فلوكس رد عليها قال هو برضه احمد ما ينفعش يخش في اشتباك مع زميلته. كل واحد حر. وفي ضوابط داخل هذه الدوله، وفي ضوابط داخل البلاتفورمز، وكل واحد حر في معتقداته، يفعل ما يشاء، واللي يغلط يتحاسب. يبقى عماد حسن حر انه يزعل على بشتاق لك ساعات؟ لا، عماد حسن هنا بيقول لك ان انا بشتاق لك ساعات بتاعت سميره احمد، سميره عبد العزيز ولا سميره سعيد؟ سميره غلطتني يا تامر، انا اسف، بتاعت سميره سعيد بتاعتي. غلطتني عشان مدام سميره حبيبتي بس، فانا قلت الاسم. مدام سميره سعيد قالت ايوه بشتاق لك ساعات، ايوه بحتاج لك ساعات. طب لو عمل فيلم اسمه ايوه بحتاج لك ساعات، هل هيرفع قضيه؟ لا لا، الكلام ما في افلام، في مسلسل اسمه قلبي دليلي. ايوه بالظبط. وفي من عمالقه الكتابه يعني ليهم، وليه خلتني احب، واول مره تحب يا قلبي. انا الفيلم اللي حضرتك لسه عرضه اسمه اول مره تحب. مش كده يعني، عادي ناخد اسماء او اسامي ما ناخدش، هو ده مش حكر عليه. الله، الكلام ده لو انا عملت اغنيه اسمها بشتاق لك ساعات للفنانة سميرة محسن، لكن فيلم أو مسلسل عادي نفس بيها الفنانة سميرة سعيد. لكن أنا هنا عامل فيلم والراجل مش في دماغه أصلا أغنية، ده جيل تاني خالص مش فاكرها. بس عماد حسن قال ده إبداعي وهو تجاوز كده، المحكمة تفصل فيه. طارق الشناوي قال من حقه، من حقه، إنه كان المفروض يتم استئذانه. أي واحد عقل هيقول لك من حقه يا فندم، من حق عماد حسن، وانه من حقه يلجا من للقانون. حقه يا فندم. اي واحد من حقه يفعل ما يشاء، بس النتيجه ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. يعني عماد حسن لو رفع قضيه يا فندم ايه اللي فيها؟ انا لو عملت مسلسل اسمه بشتاق لك ساعات، بيقول لك حقوق الملكيه الفكريه. طيب ماشي خلاص، نشوف ايه اللي هيجري في القضيه. توقعاتك لا شيء. توقعاتي الشخصيه يعني ماشي. طيب في تامر عبد المنعم عاشق السينما، حابه اتكلم عن تامر عبد المنعم عاشق السينما، وغير انه عاشق السينما عشان هو مشخصاتي كبير. اولا كلمه المشخصاتي الايام اللي فاتت عملت مشاكل، مش هتكلم في الموضوع ده ما علينا، ولكن لدرجه انك تعمل مجله اسمها ابيض واسود. دي مجله انا طلعتها في 2008 فبراير 2008 وقت ان كنت مدير السينما، اتوقفت ورجعت، وقفت بعد ما تمت اقالتي انا في اعقاب احداث يناير، وعادت في قرار وزاري من معالي وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ضمن مشروع ابدأ حلمك السينما بين إيديك، اللي أنا بعتبره أنا وجميع الزملاء من صناع الفيلم وصناعة السينما في مصر مشروع قومي، لأن أنا باخد بعضي أنزل أروح محافظة، أنا اللي بجي لك بكل حاجتي وأدي لك دورة حلو للسينما، حلو بأفلامنا بحاجاتنا، بيبقى مئات الناس موجودة، يعني لو في لقطات ممكن نشوفها.
وزارة الثقافة المصرية بتمضي لك على شهادة تخرج هي ورئيس هيئة أصول الثقافة وأنا بصفتي المشرف على المشروع وبتتعلم سينما. حلو ده. وفي نوادي سينما في كفر شكر وفي الفانوس السحري اللي بنعمله ضمن مبادرة حياة كريمة وفي نادي التمكين بتاع ذوي الاحتياجات الخاصة بنروح لهم. إحنا مؤسسة معنية بالثقافة السينمائية ونشر الثقافة السينمائية. فما ينفعش يبقاش معانا مجلة. وكمان هتكون موجودة أونلاين لأن العدد حلو. انا بحب الورق وريحه الورق. انا كمان. ايه حضرتك مين اللي جوه بيكتب؟ لا انت عندك من اول الاستاذ طارق الشناوي ومدام ماجده خير الله الاستاذ عمرو فهمي هو اللي بيعمل الكاريكاتير. لا حاجه محترمه يعني. عندك هدف دمنهور مثلا. لا ده في طنطا. احنا بنعرض كده هتلاقي داخله على دمنهور. وبنروح الناس متعطشه لك. لا انا شايفه اسماء كبيره وبعدين العدد ده ملف خاص الوحيد حامد ده حاجه عظمه. حاجه عظمه يعني. ده يعني استاذ كبير يعني بس الناس في بني سويف في مرسى مطروح ده كان ورحنا وعرضنا لهم افلام بنجيب لهم احدث الافلام وبنعرضها لهم. عندنا حاجه اسمها المعسكر السينمائي بناخد احسن الطلاب ونطلع نعمل بيهم معسكر في منطقه سياحيه فنطلع افلام. فيلم عن وادي الريان، فيلم عن التجلي اللي هو بتاع سانت كاترين هيتعرض الشهر الجاي. عندنا فيلم افلام وثائقيه يعني، فيلم عن دهب، عندنا فيلم جوه البحر الاحمر من تحت تحت الميه، عندنا فيلم في النوبه. كل دول صناعه شباب واشراف اهو. ده المعسكر مثلا في الفيوم. في الفيوم ودي لقطات الشباب يعني من الفيلم. فاحنا ده دورنا كثقافه جماهيريه ان احنا نساعد الناس ونروح لهم. العاصمه برضو لا تزال القاهره طبعا، ومش كل الناس عندها انها تجيلك من كفر الشيخ ولا تجيلك من الاقصر ولا تجيلك، مش كل الناس عندها ده. وعلى فكره مش كل الناس اللي جت عايزه تبقى سينمائيين، لا ده في منهم بيحب ده في دهب الشهر اللي فات، في منهم بيبقى عايز يبقى يتذوق يفهم يعني ايه الكاميرا دي بتاخدني كده، يعني ايه الاكشن وازاي ده مشروع مهم. ده سانت كاترين احنا هنا المجموعه ده داخل الدير نفسه، دير عظيم. عندنا حاجات عظيمة في جمهورية مصر، عندنا لوكيشنات عندنا طبيعية مش محتاجة نبني. بص ده جاي من ذوي الاحتياجات جاي يدرس، وهنا في طنطا، هنا في طنطا واسكندرية وطالعين وادي النطرون بعد 3 أيام. مشروع مهم يشارك فيه أسماء كبيرة من مخرجين، من مؤلفين، من منترين، من مصورين، من مهندسين ديكور، أساتذة مع السينما تحت رعاية وزارة الثقافة. ببلاش اي حد عايز يقدم في ابدا حلمك سينما بين ايديك يخش على صفحه القصر ويسجل ويخش نتاج ورشه الاسمرات. ده كان الاطفال هناك عملنا لهم افلام بالصرصار هم اللي صنعوها. ده الحاجات المهمه. لكن تقولي بقى رد على حمو بيكا. انا برد على حمو بيكا. الفن الجيد يطرد الفن الرديء، يعني احنا عارفين في الاقتصاد العكس، العمله الرديئه هي اللي بتطرد العمله الجيده. بص يا فندم، في الواقع في الفن بقى، طول ما المدرسة ما فيهاش مسرح وما فيهاش مادة تربية فنية بحاو حقيقي، عيل بيلعب اكسليفون وبنوتة بتغني وبنوتة تانية بترقص باليه وواد بيمثل وواحد بيكتب شعر وبيعمل مجلة الحائط وفي مسرح جوه المدرسة وانا كنت اقترحت ان الاماكن اللي ما فيهاش مسارح ما فيش مكان لمسرح نعمله على السطح، يبقى مش هتبني جيل يطلع متذوق الفن. هنخش بقى في ان منى زكي طلعت بوشها في الفيلم بعد 20 سنه. يا نهار اسود، دي طلعت بوشها يا معلم. لو مشينا ورا الموجه دي فعلا هنوصل للمرحله دي. هنوصل لمرحله، لان انت ما انتش بتربي فنيا. هتربي فنيا منين؟ من المدرسه، من واحنا صغيرين. احنا كان عندنا مسابقات القاء الشعر. ليه العيال اللي في المدارس الانترناشونال عندهم حس فني اكتر من اللي في مدرسه حكوميه؟ ليه المدرسه الحكوميه اللي فيها مسرح زي السعديه مثلا وكلنا مثلنا على مسرح السعديه ده مش زي المدرسه اللي ما فيهاش مسرح؟ المسرح مهم جدا جدا جدا. احنا كمان جنود، احنا كمان عندنا اسلحه. محاربه التطرف والافكار ممكن تكون دي القوه الناعمه طبعا من خلال مدرس. المدرس اللي بيدرس لبنتي لو قال لها ان الكوبايه عليها اي تي سي حرام، بنتي هيفضل مترسخ عندها من وهي 10 سنين لغايه ما تكبر وتشوف هذا الاي تي سي
تقول هذا حرام. ولو مدرسة ضربت بنت عشان مش محجبة، ولو مدرسة ضربت بنت عشان مش محجبة هتتحجب، وقالت لها زميلتك أحسن منك عشان والحجاب محجبة. لا يمكن لطفلة عندها 10 سنين أو 12 سنة أو 15 سنة إنها تقرر قرار زي ده. فأنت اللي بتزرعه فيه من هو صغير هو ده اللي هتجده فيه لما يكبر. ارحموا الأجيال اللي جاية. الحقيقة الدولة عاملة شغل على الأرض عظيم، واللي يقول غير كده يبقى مش شايف. لا كافر. مش شايف ده يبقى كافر. الدولة عاملة شغل عظيم، الوزارات كلها في حالة انسجام، الناس محرجة. مش أنا موظف حكومة؟ أنا لما أصحى الصبح ألاقي رئيس الجمهورية الساعة 5 الصبح قاعد في بيلف بالعجلة في الطابور بتاع الحربية، وبعد كده طالع على مؤتمر الساعة 8 الصبح وبيقعد، وبعد كده ألاقيه مش عارف ايه، قلت خبر عاجل مع الشركات في بلجيكا. انا اتكسف يوم الجمعه كمان، انا اتكسف. اما الاقي الوزيره بتعمل كده، اما الاقي رئيس الوزراء شغال كده، اما الاقي الحاجات. انا بروح في اماكن كتيره جدا بره القاهره. في ناس فاكره ان مصر هي القاهره، لا. انا بطلع في حتت كتيره وبتعامل مع انماط كتيره. البناء في كل مكان في مصر، في كل شبر في البلد في شغل. عايزين بقى نبني اجيال بلد بتتبني من المدرسة. اديني مسرح، مسرحوا أسطح المدارس. حلو المشروع ده، مسرحوها خشبة. طب نكلم وزير التعليم ولا نكلم مين في الموضوع ده؟ لمبتين يا دكتور، يا وزير التعليم لمبتين. ودكتور أنا عارفه دكتور راجل محترم ودايما بيرد بنفسه على أي حاجة. كلميه مسرحوا الأسطح، بدل ما تبقى للدكك، بدل ما تبقى للعشش، بدل ما تبقى للعيال تطلع تشرب فيها سجاير، تعالى نعمل عليها مسرح. ونجيب كراسي خرزان الواحد ب60 جنيه زي الفل، ونعمل بيهم 50 كرسي كده، ويبقى فيه حفله، يبقى فيه شاشه، مش شاشه، حيطه بيضه وبروجيكتور. نعرض عليها فيلم حلو او مسرحيه هم يمثلوها، كل واحد يعمل دور. الناس تتذوق. الناس مش عارفه فيلم في بيتنا رجل. الناس مش عارفه عبد الحليم حافظ. في اجيال طالعه مش عارفه عبد الحليم حافظ، عارفه حمو بيكا، مش عارفه عبد الحليم حافظ. انا بقولش تعرفش حمو بيكا، اعرفي اللي انت عايز تعرفيه، لكن لازم تعرفي عبد الحليم حافظ، لازم تعرفي فيلم رد قلبي، لازم تعرفي في افلام مهمه جدا بتحكي لك تاريخ مصر. النكسه، ثوره يوليو، ما قبل ثوره يوليو 73، الانفتاح. في افلام مهمه جدا بتحكي لك تاريخ مصر. في بيتنا فرجوها لعيالنا، لان السينما مش ترفيه اخوانا، زي ما قال محمد صبحي. السينما العيل يخش ببلاهه شديده يقول لك هو الفيلم ده بيضحك يا بابا ولا مش بيضحك يا بابا؟ لا، هو احنا مش أرجوزات، في فيلم بيضحك وفي فيلم مش بيضحك. يعني انت مش داخل واحد أرجوز. وحتى اللي بيضحك ممكن يبقى هادف. خلاص، واللي بيضحك كان عبد الحليم بيبقى في فيلم، اسماعيل ياسين بفيلم، عمر الشريف بفيلم، رشدي أباظة عامل فيلم، تنوع. فالسينما دي عارفة أمريكا قدمت إيه للعالم؟ طبعاً السينما دي الأمريكية أهم شيء قدمته أمريكا للعالم وغازت بيه العالم. السينما الأمريكية السينما غزت القرى في كل حتة في العالم. هتحداكي تشوفي فيلم أمريكاني، فيلم ما فيهوش عالم أمريكا. لازم هتلاقي عالم أمريكا، لازم العالم ده هتلاقيه موجود. ثقافه بتتسرب، زي ما هم بيقولوا دلوقتي ان هم بيسربوا ثقافه المثليه والحاجات اللي بتظهر على البلاتفورمز اللي مش هتعرفوا تمنعوها. احنا قاعدين نكلم بعض، تمنع ايه؟ مفيش مانع دلوقتي. تمنع مين يا فندم؟ انت اهو من غير نتفليكس ولا شاهد ولا اهو كده بقيت في موقع اباحي، ما انتش محتاج تشوف هند صبري ببدله رقص. مش محتاج ده، انت مواقع الاباحيه موجوده وافيلابل في كل حته في العالم، انت مش هتقدر تمنعها. احنا في غزو اسمه غزو العولمه. العولمه هي دي بقى سلبياتها. مش انت عاوز الدنيا وابقى هاي انجي ازيك، اكلمك فيديو كده فانت تردي عليا هاي تامر ازيك وانت في امريكا وانا في القاهره. عولمه دي بالزبط. بس برضه ليها اضرارها. فانت ازاي تتعامل معاها بقى كمؤسسات عايشه على قوانين من الاربعينات ومن الخمسينات، وتتعامل مع معطياتها ازاي؟ نشوف دول زي الصين عملت ايه معاها. انا بقول لحضرتك الفيسبوك اخطر من نتفليكس على العيال. للدرجه دي؟ اه طبعا. مارك هدد من كام يوم وقال انا هقفل الفيسبوك. يا ستي اقفلي.
شوفي فيلم اسمه دونت لوك اب بتاع ليوناردو دي كابريو. ادم مكاي المخرج. هو ده اللي هيحصل فينا. انا بدعو الناس تشوفه. السينما تعلم، ترفيه وهلاوه، لكن العين اللي زي الجدع اللي بيهاجم الهام شاهين الشيخ ده هو مش رايح غير على كعب دي وعلى صدر دي وعلى فستان دي. والعمليه مش كده، احنا مش حيوانات يا جماعه، احنا مش حيوانات. احنا في الافلام بتاعت بقول لك ما اقدرش امنع حمو بيكا. تقولي لي امنع فيلم منى زكي؟ افلام الابيض واسود كانوا الفنانات العظام لابسين كات وبحمالات وميني اي على فكره مجتمع ومحدش، وكانوا ماشيين في الشارع ومحدش بيبص لهم. عايزه تعرفي السبعينات في القاهره كانت عامله ازاي؟ عايزه تعرفي الخمسينات عامله ازاي؟ عايزه تعرفي الاربعينات كانوا بيسمعوا ام كلثوم ازاي؟ هتعرفي شكل اللبس ايه؟ بتاع الازياء ده بيشوف. فعشان يعمل لك بقى الفيلم ده شفت كده الستات الجمال هم حاضرين حفله ام كلثوم، واللي لابسه مايو شكله مايو عامل ازاي؟ ما هو في مايو وفي مايو وفي مايو. ايه هو المايو؟ في مايو عادي خالص عارفينه، وفي مايو اللي هو متشخلع قوي اللي هو قليل ادب قوي، وفي مايو اللي هو بتاع المنفوخ ده اللي بيلبسوه ده مايو. يعني لا كده ولا كده، وبلاش التفكير بمرض. يعني مش معنى ان انا بكلم انجي ان هي لازم ابص لك كانثى، او انت تبصي لي كرجل، يعني ده تفكير مريض. يعني انا اكلمك وابص لك كزميله كاخت، مش كده ولا يعني بالزبط. احنا نعرف بعض بقالنا 20 سنه، يعني ايه؟ انا عندي 20 سنه يا تامر بس، يعني ما انا كنت عارفه كنت في اللف. نعرف بعض. ايه المشكله ان يبقى في زماله؟ بالظبط بالظبط. ايه المشكله ان يكون في صداقه؟ بعد شويه بقى نمنع الاختلاط، بقى نقول اساسا ممنوع الاختلاط. اهو كده. وهو الاختلاط اصبح داخل مدارس حكوميه كتير من طيب كل ده احنا بنتكلم في حاجه او في ملفات مش الملف الاصلي بتاع تامر عبد المنعم. السؤال، هل شغلتك مسؤولياتك في وزاره الثقافه وارائك السياسيه وكل ما تحدثنا به الان، احلامك الاخرى، شغلتك عن حلمك الاصلي المشخصاتي تامر عبد المنعم؟ تامر عبد المنعم ممثل وعمل ادوار مهمه واشتغل مع الكبار، يعني كفايه اقول اسمين، كفايه اقول عادل امام، وكفايه اقول احمد زكي. ايوه سميره احمد ونور الشريف. طبعا طبعا طبعا. بص يا فندم، بس انت فاهم من ده؟ انا ليه رايي؟ انا الحمد لله عرفت، يعني قضيت تجربتي. بقى قربت اموت يعني، يعني انا مش بعد شر عليك، بس انت كده خلاص، انت كده مش ناوي تكمل؟ لا لا. بس هكمل بايه وفين وازاي؟ ما انا مش ممكن انزل اشتغل مع الاستاذ فلان الفلاني فيجي لي جلطه اموت. بعد شر يعني يجي لي ذبحه صدريه وانا قاعده اتشل اموت. الاستاذ اتاخر معلش بقى بكره بقى تعالى، يعني ممكن اموت فيها. وممكن جدا اسماء من اللي حضرتك طرحتيها دلوقتي تنزل بفيلم قدامك تقطعك. برضه شلل فبتفضل الابتعاد؟ لا مش الابتعاد، بفضل الشيء اللي بيعرض عليا يكون على مقاسي. هل حضرتك تقدري تلبسي ساعه كده ولا على قد ايه؟ طب ايه الدور اللي على مقاسك؟ او ايه الفيلم يجي او المسلسل او العمل اللي على مقاسك؟ اما يجي لي هكون سعيد بيه. انا بعمل حاجه، يعني الناس كلها كانت فاهمه ان المشخصات يتوه ده فيلم زي وان. لا انا ما عملتش، انا حكيت اللي حصل في مصر من وجهه نظري. بصي بقول ايه عشان انا مؤدب. من وجهه نظري، لان في اخر بياخده من وجهه نظره هو. هو الفن كده. احمد الفن فيلم وجهة اسمه نظر. اشتباك، شاف مصر في عربيه ترحيلات. انا شفت الفيلم ان هوجه وتركبت وجي علينا دقون وكنا هنروح في الستين ده، واحد ثالث شايف ان الدقون دي اعظم حاجه، واحد رابع شايف الانحلال. الفن وجهات نظر. ارائك السياسيه اثرت على شغلك؟ طبعا. ازاي؟ اثرت. في ناس بتخاف مني. بتخاف منك ازاي؟ بتخاف ان انا ما انا ما انا ما انا ما بعرفش اجامل. وسني لا يسمح ان انا اجامل. بصراحه بقى، اللي مش عاجبني هقول انه مش عاجبني، واللي عاجبني هقول انه عاجبني. وانت كنت صريح من الاول. وانا ما ببيعش حد. عايز تقول قول اللي انت عايز تقوله. انا اتربيت احترم اساتذتي، انا علاقتي باساتذتي في المدرسه الى الان كويسه. ده احنا كنا جيل مؤدب قوي.
ده الواحد كان فاكر ان هو يعني كنا بنؤمن بقمل المعلم يوفيه التبجيل طبعا. كاد المعلم ان يكون رسولا. احنا بنعرف نقول الاعراب، بنعرف نقول لغه عربيه، بنعرف نقول لغه عربيه، بنعرف نقرا عربي. اللهم لك الف حمد وشكر. احنا جيل حلو يا انجي، عايزين نعلم الجيل اللي طالع شويه ايثكس كده، يعني النادي الاهلي، نادي الزمالك، فيلم عادل امام بتاع العيد ونادي الجندي، مش معقوله كله تيخ وطاخ وتوخ وامريكان و... مش مجتمعي. الفن ده عامل زي عسل النحل، لو ما خدتيش من النحله اللي عايشه في بيئتك العسل ده لا يفيدك. مذكرات فلول، هل هذه هي النسخة الورقية لشهادتك للتاريخ؟ نعم. إيه؟ قلت فيها إيه سريعاً في آخر دقيقتين في الحلقة؟ قلت كل شفته وكل الأسماء موجودة. أي عايشين. يعني الله يرحم الرئيس مبارك. لكن في ناس عايشة. ليه خدت الوقت ده كله 10 سنين عشان تنزل الكتاب؟ لا أنا نزلته في بعد 7 سنين من الثورة. أنا نزلته في 2018. في 25 يناير 2018، هو في طبيعته الستة، وصورته صورته مع المخرج مازن الجبلي، صورته لأن هو حوار حوار بيني وبين ضابط أمني اللي هو أنا برضه، فقاعدين بنتكلم بعض طول الوقت وبالحقائق. أنا قلت اللي أنا شفته، اللي أنا شفته في الشارع، اللي انا شفته في بار الفور سيزونز، اللي انا شفته من صفقات، اللي انا شفته لما سافرت الامارات، اللي انا شفته تجربتي الشخصيه وعلاقتي وجودي في اماكن كانت محور احداث او شهدت احداث مهمه، عشان بعض الناس بتعمل وبيبقوا عالميين كبار ومفكرين كبار قوي يطلعوا يقولوا كلام ما ينفعش يتقال. في حاجات اعرفها ماتت ما ينفعش تتقال، حاجات شفتها ماتت هتموت معاك، ماتت خلاص. هي ماتت خلاص حتى انا عايز. وفي حاجات يصلح ان انا اقولها. ليس كل ما يعرف يقال. صحيح. ليه؟ لان ممكن حاجات انا شاكك فيها مش حقيقيه، ممكن حاجات تودي في 60 داهية مش توديني انا. ممكن حاجات تعمل بلبله، لازم الواحد يكون امين فيما يقدم، لا أو فيما شهد علي. انت عارفة يعني ايه تقعدي جنب الرئيس مبارك السنين دي؟ أي. او اللي هو عمر سليمان، او الفريق احمد شفيق، او عمرو دياب، او وحيد حامد، او عادل امام، او فاروق حسني، احمد زكي، او بس احمد ما كانش في الثوره، انا بتكلم في الثوره. استاذ احمد كان الاولينين الرملي، وعملنا ايه ورحنا وطلعنا ازاي. الاعلاميين وائل ابراشي الله يرحمه، وكله اللي موجود منهم انا حاكي اسمه وقايل الحقائق. ما جبتليش انت نسخه من الكتاب، انا زعلانه، بس انا هروح اجيبه. لا انا اجيبه لك. ماشي. تامر عبد المنعم، اشكرك شكرا جزيلا، وعدني مش هيكون ده اللقاء الاول والاخير. وقلت لك البرنامج ده بيتك، لما تعوز تقول حاجه يعني هتنورنا. انت صديق واخ عزيز وعشره العمر. شكرا جزيلا تامر عبد المنعم، نورتني في مصر جديده. وكل فنان طبعا ليه بصمته، كل فنان ليه حلمه، ممكن يكون حلمه مجرد حلم شخصي، ممكن يكون حلمه للفن نفسه، لكن تامر عبد المنعم احلامه بقى كتير، لنفسه، للفن، للناس، وده بيحطه قدام تحدي كبير عشان يقدر يحقق أحلامه من غير ما يشتت جهوده أو تشغله معركة الإبداع عن الإبداع نفسه. بس هو أنا بلوم عليه إنه مش موجود على الشاشة سواء سينمائيا أو تلفزيونيا لحد دلوقتي. تامر عبد المنعم محافظ على توازنه فوق الحبل المشدود بين الحلم والواقع. شكرا لحضراتكم، يوم الأحد إن شاء الله ألقاكم في مصر جديدة.